لازم تبقى فاهم بتعمل ايه. وده اللي احنا بنعمله النهارده يا جماعه، ان احنا بنشرح لك المعادله واحده واحده بتتكتب ازاي، وبنثبت لك ان هي ما بتحفظش، هي بتعمل فيها ايه؟ بتتفهم. فيها تفاصيل لازم اساسيات للكتابه، اساسيات كتابه المعادله، رجاء انتبه ليها، لان النهارده اوعى تعتبر دي حصه هتاثر على النهارده بس، دي مأثره على بقيه منهجك كله. مش بس كده، لو حضرتك ان شاء الله قررت انك تخش علمي، يبقى في ثانيه وثالثه ثانوي لو انت كويس فيها من دلوقتي، انت كويس بعد كده في ثانيه وثالثه، لان الكيمياء من غير معادله لا، كيمياء يعني معادله كيميائيه. طب يبقى تعالى نبدا اول حاجه. يبقى احنا النهارده زي ما احنا قلنا يا جماعه ان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها المعادله الايه؟ الكيميائيه. المعادله الكيميائيه. اول سؤال طبيعي ان هو يتسال، هي المعادله الكيميائيه دي اصلا اتعملت ليه؟ يعني اصلا بتوع الكيمياء دول ليه عملوا حاجه اسمها معادله كيميائيه؟ بص بقى، طبعا يا جماعه انتوا اخدتوا في اعدادي حاجه اسمها التفاعل الكيميائي، صح؟ فاكرين ايه هو التفاعل؟ هنقول تعريف بتاع التفاعل، بس عارفين ان في حاجه اسمها تفاعل، صح؟ اي معادله هي عباره عن وصف مختصر وبسيط للتفاعل. وصفه ايه يا جماعه؟ يعني المعادلات اتعملت عشان توصف التفاعلات. انا وانت دخلنا المعمل عملنا تفاعل كيميائي، التفاعل ده عايزين له وصف مختصر، يعرف هذا الوصف المختصر باسم المعادله الايه؟ يبقى ككلام نظري لو حد سالك يعني ايه معادله كيميائيه، قول له ان المعادله الكيميائيه هي ايه يا جماعه؟ هي وصف مختصر وبسيط. وصف ايه يا جماعه؟ مختصر وبسيط للتغيرات الحادثه اثناء ايه؟ ايوه كده، يبقى وصف مختصر وبسيط ها للتغيرات الحادثه، انا معاك بالراحه، اثناء مين يا محترم؟ التفاعل، اثناء التفاعل الكيميائي. ويبقى بص، بعيدا عن الكلام الكبير ده، يبقى المعادلات هي وصف للتفاعلات، هي وصف لمين؟ يبقى المعادلات يا جماعه اتعملت عشان توصف مين؟ التفاعلات. طب اسالكم هنا سؤال كمان نجيب منه التعريف الثاني. في المعادله الكيميائيه، في المعادله الكيميائيه انتوا اكيد عارفين من اعدادي، بيكون في عناصر وبيكون في مركبات، بيكون في ايه وايه؟ عناصر ومركبات. طب اساتذتي بقى من الجزء بتاع الاساسيات، العناصر كان ليها حاجه اسمها رموز، صح؟ اخدنا حاجه اسمها رموز العناصر. طب المركبات لها رموز ولا لها ايه؟ ها؟ المركبات صيغ. انا بتكلم عن اللي بيتكتب يا فندم، اخدنا حاجه اسمها رموز العناصر، واخدنا حصه كامله كنا بنشرح فيها الصيغه الكيميائيه للمركبات، يبقى اسمها رموز العناصر وايه للمركبات؟ وصيغ المركبات. وبناء عليه لو سالني تاني يعني ايه معادله كيميائيه، اقدر اقول له بكل بساطه ان المعادله الكيميائيه هي مجموعه من الرموز والصيغ. مجموعه من ايه وايه؟ يبقى المعادله بيكون فيها حاجتين، بيكون فيها رموز وفيها ايه؟ طبعا يا بابا بيكون فيها الاثنين، رموز لو فيها عناصر وصيغ لو فيها مين؟ يبقى هي مجموعه من الرموز والصيغ توضح كل من مين ومين، والكلام ده انتوا عارفينه من اعدادي، توضح كل من حاجه اسمها المواد المتفاعله والمواد، توضح كل من المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل. دول التعريفين بتوع تفاعل كيميائي. يبقى اي تفاعل كيميائي ممكن تعرفه تعريف من اتنين، يا تقول هو وصف مختصر وبسيط للتغير الحادث اثناء التفاعل، يا تقول مجموعه من مين ومين توضح كل من مين ومين. طب الاستاذ المحترم اللي مركز، تعالى ناخد من الكلام ده ونطلع للتعريف اللي بعده. انت قلت ان المعادله هي وصف لمين؟ للتفاعل الكيميائي، وصف مختصر للتفاعل ايه؟ نرجع بقى لتالت اعدادي ونسال حضرتك، فما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ يعني ايه تفاعل كيميائي اصلا يا جماعه؟ ايوه سامع، بالراحه بالراحه، بس بالراحه ما تسجلش. يبقى التفاعل الكيميائي هو ايه؟ هو كسر، برافو برافو اللي بيقول، هو كسر الروابط الموجوده فين؟ على مهلكم يا جماعه، هو كسر الروابط الموجوده، سامعكم، في جزيئات المواد ايه؟ المتفاعله. سامعك يا باشمهندس. وايه كمان؟ برافو. وتكوين روابط ها جديده في جزيئات المواد الايه؟ يبقى اي تفاعل كيميائي بيتم على مرحلتين، كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله، وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد ايه؟ طب ما هو يتضح يا جماعه من الكلام ده ان اي معادله كيميائيه هيكون فيها حاجتين، مواد اسمها مواد ايه ومواد اسمها مواد ايه؟
قالت لي سهلة يا مستر، ما هو من الكلام اهو. يبقى احنا عندنا في اي معادلة هيكون في حاجة اسمها ها؟ مواد متفاعلة، ها؟ وعندنا كمان حاجة اسمها مواد ايه؟ صعب الكلام لحد كده؟ طب استنوا بقى حبيبي اللي مذاكر الحصتين بتوع الاساسيات اللي احنا تعبناهم دول. المواد كلها في الكيمياء نوعين، يا اما تكون عناصر يا اما تكون مين؟ تاني المواد كلها، مش انت بتقول مواد؟ سواء كانت متفاعلة او ناتجة مش هتخرج عن كونها حاجة من اتنين، يا اما تكون عنصر يا اما تكون. يبقى انت لو عايز تكتب المعادلة لازم تتعلم تكتب المواد المتفاعلة والمواد اللي انا وانت لسه قايلين ان هما مش هيخرجوا عن كونهم واحدة من اتنين، يا اما تكون عناصر يا اما تكون. يبقى انت لازم تعلمني ازاي اكتب مين؟ العناصر. وازاي اكتب مين؟ لا هو انا مش لسه هعلمك يا محترم، انا علمتك. اما المركبات اللي فاكر واللي مذاكر ويرجع يراجع تاني، فاما المركبات فانها تكتب بطريقه واحده. طب معلش يا مستر فكرني، من باب واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. افكرك، اي مركب يكتب بطريقه ثابته، يكتب الشق الموجب يسارا والشق السالب يمينا. دي كانت اول خطوه. اثنين، تكتب التكافؤات، تكافؤ الاكس يتكتب تحت الواي وتكافؤ الواي يتكتب تحت الاكس. ثلاثة، تختصر التكافؤات ان امكن. احنا مضيعين حصة كاملة بنشرح فيها ازاي نكتب مركب، حصة كاملة عشان نتعلم ازاي نكتب مركبات. وفي مننا طبعا اللي ذاكر واتعلم وجي يسمع، سمعهم كويس. هو بقى كان فاكر ان هو ايه لما سمع المرة اللي فاتت هو كده خلص. احنا دي اتس جاست ذا بيجينينج، دي لسه البداية، ما عملتش حاجة. لازم تعرف تكتب مركبات. طالما ما بعرفش يكتب مركبات ما ينفعش يدرس كيمياء، ما ينفعش. ما ينفعش يدرس كيمياء، ما ينفعش اصلا. تدرسه ليه؟ ما يعرفش البداية. عامل زي واحد ما درس ألف ب ما ينفعش يكتب عربي. واحد ما درس اي بي ما ينفعش يكتب انجليزي، ما ينفعش. الأساس مش عنده. فهنا لازم عشان يكتب مركب لازم يكون بيعرف يكتب معادلة، لازم يعرف يكتب المركبات اللي هي الحاجة الأبسط. طب المركب بيكتب ازاي؟ المركب بيكتب بطريقة واحدة، شق موجب شق. ابدل التكافؤات واختصر. اما الجديد بقى فالعناصر بتتكتب ازاي يا مستر؟ اما العناصر يا استاذ يا محترم اللي مركز على السبوره خد بالك بقى، فهي تكتب بطريقتين، عناصر تكتب على الصوره اكس 2 وعناصر تكتب على الصوره اكس. طب يعني ايه يا مستر عناصر على الصوره اكس 2 وعناصر على الصوره اكس؟ استاذ المحترم، عناصر على الصوره اكس 2 يعني عناصر الجزيء بتاعها جزيء يتكون من ذرتين. في عناصر ربنا خلقها في الطبيعه، الجزيء يتكون من كم ذره؟ من ذرتين. طب بينما عناصر على الصوره اكس المحترم اللي مركز على السبوره يعني الجزيء بتاعها باينه والله، يتكون من ايه؟ يبقى العناصر عندنا في الطبيعه يا جماعه، بتكلم في الطبيعه عشان ما حدش يقول لي حالات غير طبيعيه. في الطبيعه الجزيء يا اما يتكون من ايه يا اما يتكون من ايه. حضرتك بقى لازم تحفظ العناصر اللي الجزيء بتاعها بيتكون من ذرتين والعناصر اللي الجزيء بتاعها بيتكون من واحد. قال لي طب زي مين؟ قلت له بقى خد بالك انت مش هتقدر تحفظ دول ودول، احفظ دول واي حد مش هنا يبقى هنا. العناصر اللي الجزيء بتاعها بيتكون من ذرتين هي سبعة عناصر فقط، الا وهي على الترتيب: H2 هيدروجين، N2 نيتروجين، O2 اكسجين. هيدروجين نيتروجين اكسجين، فلور F2، كلور Cl2، بروم Br2، ايودين يود I2. طبعا ولو حضرتك ما شاء الله كنت من الناس اللي بتذاكر في اعدادي تبقى عارف ان الفلور والكلور والبروم واليود هما الثلاثة في مجموعة واحدة كان اسمها 7A او اسمها الهالوجينات. كنت بتاخدها في ثالثة اعدادي، بيقول لك انا كنت بذاكر دي اسمها الهالوجينات. اللي يهمني يبقى انا لو سالت طالب مين العناصر اللي الجزيء بتاعها بيتكون من ذرتين هيقول لي سبع عناصر، هي على الترتيب F2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2. هيدروجين نيتروجين اكسجين وفلور وكلور وبروم ويود. يبقى لو لقينا بعد كده طالب بنيجي نقول له في المعادله اكتب الكلور يكتب Cl، الكلام ده بنشوفه لحد ثالث ثانوي، يكتب Cl، الا لا بارك الله فيك لانك انت ظالم لنفسك. علمناك قلنا لك ان ربنا خلقها جزيء من ذرتين وانت ما حفظتش. ما تجيش تسال هو انا ليه مش عارف احل، تيجي تقول له اكتب نيتروجين تلاقيه بيكتب لك ان. مين اللي قال لك ان دي؟ مش هسمعها في الطبيعه ان. ربنا خالق H2 جزيء من ذرتين، N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2. اي عنصر غير السبعه دول يبقى الجزيء مكون من كام ذره؟ ذره. احنا السبعه بس اللي الجزيء بتاعنا من ذرتين، لكن لما يجي يقول لي بقى كمان شويه يتفاعل عنصر الصوديوم. صوديوم
NA، مفيش حاجة اسمها NA2 وهو عنصر. يتفاعل الألومنيوم AL، يتفاعل الكالسيوم CA، يتفاعل المغنيسيوم MG، يتفاعل الحديد FE، يتفاعل البوتاسيوم K، يتفاعل الكبريت S، يتفاعل الكربون C. خلاص أي عنصر بعد كده جزيء من كام ذرة؟ طب ما أنت كده أستاذتي المحترمة لو مركزة معايا على الصبورة يبقى أنا كده علمتك إزاي تكتب وإزاي تكتب. ما هو كتابة المعادلات تعتمد على فهمك لطريقة كتابة العناصر والمركبات. كتابة معادلات يعني أنت عناصر ومركبات، اكتب عناصر صح ومركبات صح، دي بداية كتابة المعادلة. صعب الكلام ده؟ طب ده كده بالنسبة للمقدمة بتاعتك. تعالى لي بقى، طب المعادلة في منها كم نوع؟ اسمع كده البداية بيقول لك ايه بقى، وتنقسم المعادلات الى نوعين. يبقى المعادلات يا جماعة عندنا في منها كم نوع؟ نوعين. طب ايه بقى نوع المعادلات اللي هو كاتبه في الاول؟ قال لك الايه، المعادلة في حاجة اسمها معادلة لفظية. معادلة ايه حبيبي؟ وفي واحدة تانية اسمها معادلة رمزية. يبقى المعادلات قد تكون معادلات ايه؟ لفظية، وقد تكون معادلات ايه؟ رمزية. طب عشان نفهم المعادلة اللفظية والرمزية تعال نبدأ كده بمثال بسيط انا هقوله لكم وانتوا تكملوا. اللي قدامكم ده يا جماعة احد التفاعلات اللي انا هكتبه ده احد ايه؟ التفاعلات. بص بيقول ايه بالعربي، اسمع كده، بيقول لك يتفاعل عنصر المغنيسيوم. يتفاعل عنصر مين؟ المغنيسيوم. عنصر اسمه المغنيسيوم مع مين يا مستر؟ بيقول لك يتفاعل عنصر المغنيسيوم مع غاز الاكسجين. مع غاز مين؟ الاكسجين. في وجود الحراره، التفاعل ده بيتم مش تلقائي، في وجود مين؟ وهقول لكم ايه في وجود الحراره دلوقتي، مكونا حاجه اسمها اكسيد مغنيسيوم. مكونا ايه؟ اكسيد مغنيسيوم. يلا نبدا بالراحه. اللي قدامكم ده يا جماعه مش معادله خالص، اللي قدامكم ده اسمه تفاعل كيميائي. اللي مكتوب ده بالعربي تفاعل كيميائي. السؤال الاول، من الكلام اللي مكتوب قدامكم ده تعرفوا تحددوا مين هم المتفاعلات ومين هم النواتج؟ والله العظيم باينه. مين المتفاعلات؟ مغنيسيوم وغاز الاكسجين. ومين النواتج؟ بس كده اهو اللي انتوا قلتوه ده ان شاء الله هنكتب بيه اول معادله اللي هي اسمها معادله لفظيه. بص الكلام سهل ازاي، انتوا اللي قلتوا متفاعلات مغنيسيوم واكسجين، قمت انا كاتب اهو يبقى مغنيسيوم ها زائد غاز الاكسجين، انتوا اللي لسه قايلين سهموا عليه مين؟ حراره. حراره دي يا محترمه بيسموها شرط التفاعل. بيسموها ايه؟ شرط التفاعل. بيتكتب على السهم. في تفاعلات ما بتتمش تلقائي، في تفاعل بيتم من غير شروط، وفي تفاعلات ليها شروط. شروط زي مين؟ ساعات يبقى حراره، ساعات يبقى ضغط، ساعات حاجه اخذتوها في اعداد اسمها عامل حفاز اللي هو كاتاليست، بيسموه بالانجليزي كاتاليست، وهكذا. طب يبقى مغنيسيوم مع غاز مين؟ في وجود حرارة يدينا مين حضرتك؟ قالت لي هيدينا أكسيد مغنيسيوم. ثانية بقى، اللي اتكتب ده لحد دلوقتي معادلة مالها؟ بس كده دي معادلة لفظية. احنا بقى هنعمل ايه؟ بص الإنجاز بقى، هنشيل كل لفظ ونحط مكانه رمز. هنشيل اللفظ ونحط ايه؟ رمز. فتتحول المعادلة من معادلة لفظية إلى معادلة. بس هنا بقى ده بقى يبان هنا اللي مركز واللي مش مركز. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بس خد بالك النظام القديم بتاعك ده خلاص بطلناه، انت كل كلمه هنا بتتكتب بتقول ليه، ليه حصل، وهوريك ليه ده ازاي. لكن بعد كده انت اللي هتقول مغنيسيوم ليه. بص بقى الكلام الحلو، لان جزيء المغنيسيوم يتكون من ذره واحده. انا لما بقول ليه يعني قصدي اقول ليه ام جي مش ام جي 2. ما هو العنصر مش ده عنصر، وهو بيتكتب يا اما اكس يا اكس 2، انت ليه قلت ام جي ما قلتش ام جي 2؟ قال لي لا، ام جي ده من العناصر اللي الجزيء بتاعها بيتكون من زائد غاز الاكسجين O2. ليه O2؟ عشان لان جزيء الاكسجين يتكون من ذرتين سهموا عليه حراره. الحراره بتتكتب ازاي يا مستر؟ مثلث كده يا حبيبي، ده معناها هيت او حراره. مش اللي بره ده مركب؟ استنى بقى يا حبيبي، كتابه المركب مختلفه. بص العيال لما يبقى قاعد كده متزن وهيحن، قال لي بص يا مستر بنبدا الاول بالشق الموجب ام جي والشق السالب اللي هو الاو، وبعد كده بدل التكافؤات. مغنيسيوم لا يا فندم على مهني، معلش لان انا اللي على قدي، انت ما شاء الله جامده لكن انا على قدي. المغنيسيوم ده كان عدد الذري 12، 2 8 2 يفقد 2 يبقى تكافؤه 2، ال2 تيجي هنا. والاكسجين عدده الذري
8 توزيع الثمانية 2 6 يفقد ولا يكتسب؟ يكتسب 2 يبقى تكافؤه ثنائي. بدلت التكافؤات، بعد ما بدلت التكافؤات في اختصار ولا مفيش؟ على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الواحد، خلصت كده. يبقى اكسيد ماغنيسيوم مكتوب صح. بص بقى لسه مش هكمل انا كلام. بص لو حد سالني انت كاتب كده ليه، هقول له انا كاتب ام جي لان الجزيء من ذره واحده، ده عنصر. انا كاتب او2 لان الجزيء من، انا كاتب المركب ده ام جي او لاني حطيت الشق الموجب والشق السالب وبدلت التكافؤات واختصرت. كل كلمه انا بكتبها في المعادله انا عندي ليها سبب، مش حاسس اسمها هي كده، هي كده، يبقى انت مش فاهم على طول. وفي الحاله دي لازم تشوف مدرس يفهمك، ما ينفعش ما ينفعش اسيب نفسي واقول ايه بعدين. لا مش هتفهم بعدين، مش هتفهم بعدين، دلوقتي هفهم. فهنا ده عنصر ليه طريقه في الكتابه، بس كتابه العنصر غير كتابه المركب. لا يا بابا، هنا ده عنصر جزيء من ذره، جزيء من ذرتين. طب ده مركب بيتكتب ازاي؟ شق موجب شق سالب، ابدل التكافؤات واختصر. استنى بقى، بعد كده تكتب الحاله الفيزيائيه. تكتب الحاله الايه؟ الفيزيائيه. اسمع يا بابا، الحاله الفيزيائيه للمواد. الماده عندك في التفاعل ممكن تبقى صلبه، لو صلبه هكتب جنبها الاختصار اس، اختصار لكلمه سوليد، يا اما تكون سائله يا اما تكون غازيه. اسمع، يا اما تكون في صوره محلول يعني حاجه دايبه في الميه، يا اما على هيئه بخار. طب لو صلبه هكتب جنبها الاختصار اس، اختصار لكلمه سوليد. طب ولو سائله هكتب جنبها ال، اختصار لكلمه ليكويد. طب ولو غازيه هكتب جنبها جي، اختصار لكلمه جاز. ولو الماده على هيئه محلول، يعني ايه محلول يا مستر؟ حاجه دايبه في الميه يا حبيبي، يعني اقول محلول ملح الطعام، يعني ملح الطعام دايب فين؟ في الميه، ده معنى كلمه محلول. فتكتب اكواس، اي كيو دي اختصار لكلمه ايه؟ اكواس يعني محلول. طب لو الماده بخار زي بخار الماء، تكتب في اختصار لكلمه فيبر. دي اسمها الحاله الفيزيائيه للمواد. تعالى هنا، مش المغنيسيوم ده عنصر صلب؟ اكتب جنبيه ايه؟ اس سوليد. اللي بعده الاكسجين غاز جي، اكسيد المغنيسيوم ماده صلبه، اكتب اس سوليد. صعب الكلام لحد كده؟ اتفهمت دي؟ كده المعادله، استنى استنى، كده المعادله مكتوبه صح. يعني ايه مكتوبه صح؟ العناصر مكتوبه صح والمركبات مكتوبه صح، ودي اهم حاجه لازم اطمن عليها، ان العناصر مكتوبه صح والمركبات مكتوبه صح. دي اول حاجه، بعد ما اتاكدت ان العناصر مكتوبه صح والمركبات مكتوبه صح، اسمع بقى بيقول لك، خد بالك بقى، لابد ان تكون المعادله موزونه. اي معادله كيميائيه يا جماعه لازم تكون مالها؟ موزونه. فواحده قالت لي مستر هو الاول ليه لازم تكون موزونه وازاي تكون موزونه؟ نبدا الاول ليه لازم تكون موزونه. بيقول لك في كتاب المدرسه علل لما ياتي، ده سؤالك معاه بيجي علل لطلبه ازهر واحنا كمان لازم نعرفه. يقول لك علل، لابد ان تكون المعادله ايه؟ موزونة. هي ليه المعادله لازم تتوزن؟ قال لك تحقيقا لقانون بقاء الماده. تحقيقا لقانون ايه؟ بقاء الماده، او يقول لك بقاء الكتله، الاثنين صح. واحده قالت لي مستر هو ايه قانون بقاء الماده ده؟ اقول لك يا بابا، عندنا قانون بيقول، قانون البقاء يقول لك الماده لا تفنى. الماده ايه؟ لا تفنى. يعني ما تختفيش يا بابا، ولا تستحدث من العدم، يعني من لا شيء تجيب لي ماده. يعني خالد يعمل كده بايديه، بص بص يقول لك شايف حته الحديد دي؟ لا ما فيش الكلام ده، الكلام ده كذب ما يحصلش. الماده لا يعني ما تختفيش، ولا تستحدث من، يعني على سبيل المثال واحده بتطبخ بتعمل تفاعل كيميائي، عامله صينيه بطاطس وحط عليها فرخه، بعد ما استوت تطلع فرختين؟ ازاي يعني يطلعوا فرختين ازاي؟ انت حاطط كام فرخه؟ هيطلع كام واحده؟ هي واحده، احنا هنقلب، هي ما ينفعش غير كده. فالماده لا، ما احطهاش انا فرخه تطلع لي حمامه، ما احطهاش انا فرخه تطلع لي نص فرخه، لا انا احطها فرخه تطلع ايه؟ هي كده، هي ماده لا تفنى ولا بس. طبعا سيبك بقى، واحد عبيط يجيب لك بقى امثله هبله، يقول لك بس انا شفت الساحر بيعمل كده في السيرك بيطلع عصفور، عشان هو بيشتغلك، عشان هو بيشتغلك. وبعدين الراجل ده لو يعرف يطلع فلوس ويجيب عصافير زي ما بيعمل كده، ما كان قاعد في البيت طلع عصافير للصبح وباع وكسب، صح ولا غلط؟ ولو بيحرك ايديه بيطلع فلوس كده، هو جاي يشتغل ليه؟ طب ما يعمل ايديه كده يهزها شويه، صح؟ لو ايديه دي بتجيب فلوس زي ما هو بيشتغلك وانت عبيط، طبعا ما انت عبيط.
مفترض تبقى فاهم ان دي خفة يد. الراجل بس بيخدع عينيك، بيخدع عينيك مش اكتر. بس يا هوب كده وتشوف انت ايه، فلوس عماله تطلع يقول لك فلوس ده فلوس ازاي جميل. طب ما هو يا ناصح لو هو دي مش خدعه وهو عاملها فيك، طب ما الراجل يقعد في بيته بس نص ساعه في اليوم بس يعمل كده، صح ولا غلط؟ هي يعمل شويه فلوس زي الفل زي الفل. لكن الكلام ده مش حقيقي، لان الماده لا تفنى، ما تختفيش ولا تستحدث من العدم. بس يبقى لازم المعادله تكون مالها. طب ده بيتحقق ازاي على المعادله؟ نعم، لازم عدد ذرات المتفاعلات يساوي عدد ذرات مين؟ يبقى استنى، يعني ايه معادله موزونه اصلا؟ واحنا سالتني يعني ايه يا مستر معادله تكون موزونه؟ يا بت بالانسد، اللي كان بيدرس بالانجليزي نعمل بالانس، يعني ايه معادله موزونه؟ قلت له ايه هي؟ معادله يتساوى فيها مين مع مين؟ هي معادله، اسمع، يتساوى فيها، اسمعكم، عدد ذرات مين مع عدد ذرات مين؟ عدد ذرات المتفاعله مع عدد ذرات المواد الناتجه. استرها علينا يا رب من الحته الجايه. قبل ما نبدا نوزن بقى، تعالى اقول لك على حاجه. يبقى هنا المعادله في النهايه لازم تتوزن. طب بتتوزن ازاي يا مستر؟ اولا قبل ما اقول لك بتتوزن ازاي، احب اقول لك ان الوزن ما هو الا مهاره في استخدام الرياضيات. رياضيات، حساب، ماتيماتيك، ماث، بس كده بابا. رياضه ملهاش دعوه بالكيمياء، ولكن لان انتوا طبعا جهابزه في الرياضه، يعني اقل واحد قاعد قدامي يبقى فيثاغورس او اقليدس مع نفسه كده وحاطط نظريتين ثلاثه قبل كده، بتشوف طبعا هبد في الرياضه. طلبه مش عارفه تضرب وتجمع، ده احيانا، ده احيانا، لكن انتوا مشكله طبعا، انتوا بتعرفوا تضربوا وتجمعوا، وانا كمان بعرف اضرب واكسر، واخد بالك؟ كل الكلام ده بعرف اعمله انا كمان في الجامعه، والضرب انا عاجبك قوي، فانت كمان لازم تبقى مركز. لكن العيل يخش بص تحس ايه ان المعادله بالنسبه له ما هي الا عباره عن كشاف ضرب في وشه وتيخ طخ، تلاقيه جايب الصفر بص ومبسوط وزي الفل. انت بتعمل ايه يا بابا؟ هي عافيه يا بابا؟ وزن المعادله فن. وزن المعادله ايه؟ ومش يا حبيبي، ومش مش عنا يا بابا، لان انت واخدها كلها عنا. اقول لك يا بابا بالراحه، اشتغل بدماغك، فكر كده. ونقعد نقول لعيل يا ابني اشتغل بدماغك، اشتغل بدماغك، يقول لي يا مستر حاضر، وانا فاكر ان هو فاهم، وهو يقول لي اشتغل بدماغي، ويجي يخش المساله يقول لي اهو بدماغه اهو. لا، بدماغك دي يعني فكر وحل، يعني ما تنطحش، يعني ما تخشش تنطح في السؤال، خش فكر، اقعد لا دي محتاجه تتظبط كده، دي محتاجه تتعمل كده، دي محتاجه شغل يا بابا. اما شغل النطح ده فده مش بتاع بني ادمين، النطح ده اتعمل لحاجه ثانيه وانتوا عارفين هم مين، عشان بترجع تشتكي تقول اصل بص صعبه صعبه. بقى براحتك، اسمع القاعده دي، ويتم وزن المعادله بوضع ارقام جهه اليسار. خدي بالك هنا يا حاجه، يبقى وزن المعادله بوضع ارقام ايه؟ جهه اليسار، تسمى المعاملات. يبقى الوزن بيتم بانك بتحط ارقام ناحيه الشمال، بيسموها ايه؟ معاملات. واحده قالت لي مش فاهمه يعني ايه جهه اليسار تسمى المعاملات، يعني وانا هوزن دلوقتي ان شاء الله انا وانت ينفع نحط ارقام هنا شمال؟ ينفع هنا شمال، او شمال العنصر، او مش ده العنصر، شماله هنا، او شمال ده، او ما ينفعش نغير حاجه من اللي عملناها ناحيه اليمين. يظهر لك سؤال مش حلو يقول لي طب ليه ما نغيرش ناحيه اليمين؟ يخرب بيتك، ده احنا بقالنا 10 دقايق عمالين نقنعك بالارقام اللي ناحيه اليمين وانت مش فاهم يعني ايه ناحيه اليمين. ناحيه اليمين الارقام ليها سبب، هنا يعتبر في واحد صح؟ ما هو ما فيش حاجه مكتوبه يعني في واحد. طب هو هنا في واحد ليه؟ لان جزيء المغنيسيوم يتكون من ذره واحده. طب هنا في اتنين ليه؟ لان جزيء الاكسجين يتكون من ذرتين. طب هنا ليه في واحد وهنا في واحد؟ لان انا بدلت واختصرت. يبقى الارقام اللي جهه اليمين ليها سبب ولا ملهاش؟ ما ينفعش تغيرها، وانما هتحط ارقام ناحيه الشمال. ليه؟ ليه انا عمال اكد على انها ناحيه الشمال؟ ابوس دماغك ناحيه الشمال، ناحيه الشمال، ودي ايديك الشمال اهي، دي شمالك ودي يمينك. يا حسن كمان مش عارف يمينه من شماله، دي الشمال يلا، عارف دي اهي اهي الشمال، الشمال دي، لكن دي مين؟ اليمين، مالكش دعوه بيها. يبقى الوزن بوضع ارقام جهه الايه؟ اليسار. جهه مين؟ لان بعد كل المعاناه اللي انا عانيتها، فان انا اقول له ناحيه الشمال، بص بقى يجي يوزن يعمل ايه؟
يقول لك سيبك من خالي الصقر ده تعبان ما فهمش حاجه، انا هوزنها لك. اوزن يا عم الناس. فيقول لك بص ام جي واحده خرجت واحده سهله ايه صح. او كام خرجت كام؟ عاش. اتوزنت ولا اتوزنتش؟ لا اتوزنت والله. ايه هو بالنسبه لي ها عارفه اتوزنت بالنسبه لي اتوزنت. واحده خرجت واحده، اتنين خرجت اتنين. طبعا ده حمار. ده ايه بهدوء اهو، حمار ليه؟ لانه غير حاجه ناحيه اليمين. انت عارفه كده خلى الموضوع عامل ازاي؟ خلى المغنيسيوم ثنائي والاكسجين احادي. لا كده بقت 2-1 صح؟ بوظت الدنيا منك لله بعيد. طبعا هنا غلط صح؟ طب اتفرج على النوع الثاني من الحمير، اصل في حمير عادي وفي حمير مخطط. ده الحمار الاولاني اللي هو العادي، خد بقى المخطط، خد المخطط. ام جي واحده خرجت واحد، او اتنين خرجت. خد ايه توازنت، بقيت او واحده وخرجت واحد، توازنت ولا لا؟ طبعا هنا وهو بيوزن بيبوظ قاعده كيميائيه. ايه القاعده اللي هو بوظها؟ خلى جزيء الاكسجين بدل ما كان بيتكون من ذرتين خلاه بيتكون منين؟ وده يا جماعه الحمار، بس مش الحمار العادي، ده الحمار الايه؟ ده الفرق بين الحمار العادي والحمار ايه؟ اما البني ادمين ما بيغيروش ناحيه اليمين. طب والله كلام موزون. اما البني ادم ايه؟ بني ادمين ما بيغيروش ناحيه اليمين، امال يحطوا ارقام ناحيه الشمال. اوعى تنسى. طب تعالى نبدا، والارقام اللي ناحيه الشمال ده هيبقى اسمها ايه؟ معاملات. اسمها ايه يا بابا؟ معاملات. هبدا انا بسم الله. ام جي واحده خرجت واحد، مظبوط. او كام خرجت كام؟ واحد. اضرب الاثنين دي في كام؟ انا بسال نفسي ما بسالكمش عشان ما تزعلوش. الاثنين دي تتضرب في كام تبقى واحد؟ ما انا عايز احط رقم هنا يتضرب في الاثنين يبقى واحد. انا بسال نفسي يا جماعه، معلش يا جماعه انا ضعيف في الرياضه. حبيبي برافو اللي رد. بص يا بابا عشان استنى بس، في واحده مش عارف. اتنين نضربها في كام تبقى واحد؟ اتنين في سين بتساوي واحد، احنا عايزين سين دي. قالت لي خلاص يبقى سين دي يا مستر واحد على الاتنين. بس كده اضرب هنا في كام؟ اهو ضربت في رقم ناحيه اليسار صح، ما غيرش ناحيه اليمين، لان يا بتاعت الرياضه نص في اتنين بكام؟ بقت او واحده خرجت واحده. اتفهمت اللعبه؟ كده اصبحت المعادله مالها. بس استنوا بقى، خدوا بالكم عندنا قاعدة في المعادلات بتقول لا يفضل. لا ايه؟ لا. المستر قال لا يصح ولا قال لا يفضل؟ لا يفضل. لا يفضل وجود كسر في المعادلة، يعني أنا عايز أتخلص من النص ده. البنت اللي بتفهم رياضة قالت لي إحنا لو عندنا معادلة رياضة مثلا يا مستر بتقول س زائد نص ص بتساوي عين، وعايز تتخلص من النص اضرب المعادلة كلها في كام؟ في 2. اضرب المعادلة كلها في 2. طب ما خلاص، مش أنت عايز تخلصي من النص؟ اضرب المعادلة دي كلها في كام؟ 2. 2 في 1 2، واتنين في نص بواحد صح؟ النص ده راح اهو، اتنين في نص بواحد، واتنين في واحد باتنين. تعالي كده نتاكد ان المعادله موزونه. كام ام جي؟ اتنين. كام ام جي؟ اتنين. كام او؟ اتنين. خرجوا كام؟ اتنين. اوعي تنسي يا استاذه، اجي اقول لها اتنين ام جي او تقول لك يبقى اتنين ام جي واحده او. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو انا لما اقول في الرياضه اتنين س ص، يعني ايه 2 س ص؟ يعني 2 س زائد 2 ص، لان عمليه الضرب عمليه قابله للتوزيع صح ولا غلط؟ لما اقول 2 ام جي او يبقى الاثنين دي في الام جي بس ولا في الكل؟ في الكل. يبقى ادي 2 ام جي وادي 2 او. نرجع تاني، يبقى كام ام جي؟ 2. خرجوا كام؟ 2. كام او؟ 2. خرجوا كام؟ 2. وبكده اصبحت المعادله مالها؟ موزونة. تحقيقا لقانون بقاء مين حضرتك؟ بقاء المادة. تعالوا نجيب في المعادلة حاجة اسمها نسب المعاملات. واحدة تقول لك يعني ايه نسب المعاملات؟ معلش معلش بالراحة يا اختي، شين المعامل اتنين؟ وهنا المعامل كام؟ وهنا المعامل كام؟ دي اسمها نسبة المعاملات. يبقى نسبة المعاملات في هذه المعادلة 2:1:2، كل 2 من ده ماليش دعوة هو مين بيتفاعل مع 1 من ده، فيدينا يبقى النسبة كام إلى كام إلى كام؟ 2:1:2. صعب الكلام ده يا أساتذة؟ اتفهمت دي كويس؟ ده كده يا جماعة بالنسبة لكتابة المعادلة، لسه هناخد أمثلة كتير، بس اتفهم إحنا بنعمل إيه؟ طب تعالى بعد كده الجزء النظري كمان،
وبعد كده ان شاء الله بقى نبدا نشتغل معاكم معادلات كتير. اهميه المعادله الرمزيه، اهميه ايه؟ جاي في الامتحان بيسالني سؤال عبيط بيقول لي ما هي اهميه المعادله الرمزيه؟ على فكره يا جماعه الاهميه موجوده قدامكم على السبوره، بس انا هوضحها تاني. مش دي معادله رمزيه؟ تعال اثبت لك ان الاهميه اللي انا هكتبها دي بالعربي موجوده فعلا. واحد، توضح طبيعه. واحده قالت لي مستر يعني ايه طبيعه؟ بلاش طبيعه، توضح الحاله الفيزيائيه. توضح ايه؟ للمواد ايه والمواد ايه؟ المعادلة يا جماعة موضحة الحالة الفيزيائية ولا لا؟ للمواد المتفاعلة والمواد ايه؟ الناتجة والمواد الناتجة. صعب الكلام ده؟ يعني مكتوب عندكم في المعادلة اللي قدامنا ان المغنيسيوم في الحالة ليه؟ صلبة. والاكسجين في الحالة ليه؟ واكسيد المغنيسيوم في الحالة ليه؟ يبقى اول حاجة من اهمية المعادلة الكيميائية انها توضح الحالة الفيزيائية اللي هي بيسموها طبيعته. طبيعته بقى يعني حالته الفيزيائية، طبيعة المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. مش بس كده أستاذتي المحترمة، يا رب ناخد بالنا. اتنين، توضح العلاقات الكمية. توضح يا جماعة لكل من مين ومين؟ توضح العلاقات الكمية لكل من المواد الميوي المتفاعلة والمواد ايه؟ لا بس اسمعوا بقى الجملة دي يا جماعة، احنا بنفهم رياضة. بيقول لك والتي يجوز العلاقات الكمية دي، والتي يجوز مضاعفتها او تجزئتها. وربنا يسترها علينا يا جماعة. واحدة قالت لي مش فاهمة يعني ايه العلاقات الكمية. معاملات. برافو عليك. العلاقة الكمية اللي هي المعامل، يعني في المعادلة اللي احنا اخدناها دي العلاقات الكمية كام الى كام الى كام؟ خدي بقى المعلومة دي يا محترمة بتاعة الرياضة. معاملات اي معادلة يجوز فيها حاجتين، يجوز مضاعفتها ويجوز ايه؟ واحدة قالت لي مش فاهمة يعني ايه. والله انا مش فاهم الرياضة عندكم بتاخدوها ازاي. مضاعفة وتجزئة. يعني انا ممكن امسك المعاملات دي كلها، معاملات المعادلة بعد ما اوزن، مش خلصت وزن خلاص، واقوم ضاربها كلها في اتنين فتبقى النسبة كام؟ كده يبقى صح ولا غلط؟ صح. هي هي، ما هو 2 الى 1 الى 2 هي نفسها 4 الى 2 الى 4 هي نفسها 6 الى 3 الى 6. لو ضربتها كلها في 3، ضربتها كلها في 4، ضربتها كلها في 10، يجوز المضاعفه. تضرب زي ما انت عايز. مش بس المضاعفه، ويجوز ايه كمان؟ يعني واحده ضربت لي المعاملات دي كلها في نص، بقت 1 الى نص. طب ما هو 1 الى نص الى 1 هي نفسها 2 الى 1 الى 2 هي نفسها 4 الى 2 الى 4. بس كده. يبقى اهميه كتابه المعادله الموزونه حاجتين: واحد، توضيح الحاله الفيزيائيه للمواد المتفاعله والمواد الناتجه. رقم 2، توضح العلاقات الكميه لكل من المتفاعلات ومين، والتي يجوز ايه او ايه. اتفهم يعني ايه معادله لفظيه ويعني ايه رمزيه وازاي تكتب الرمزيه وشروط الكتابه. يبقى في المعادله الرمزيه تكتب المتفاعلات جهه اليسار، النواتج جهه اليمين، وعلى ان يشير السهم في اتجاه النواتج. السهم هيشاور على مين؟ اللي بيتكتب اعلى السهم حاجه اسمها شروط التفاعل. اسمها ايه يا بابا؟ شروط التفاعل. طب اللي مكتوب تحت ده حاجه اسمها ليه؟ الحاله الفيزيائيه، وقد تكون صلبه او سائله او غازيه او محلول او بخار. صعب الكلام؟ طب ما تيجي بقى ناخد امثله نشتغل بجد بقى. هنبدا الاول ببسيط ونعلى، انا ما بقولش سهل واصعب، بسيط ونعلى. بيقول لك يتفاعل غاز اسمه غاز النيتروجين. غاز مين؟ نيتروجين. اسمعني يا بابا، ادي غاز النيتروجين يتفاعل مع غاز اخر اسمه غاز الهيدروجين في وجود، بص بقى بقول لك ايه، ضغط وحراره وعامل حفاز. دي اسمها ايه اللي على السهم دي؟ ايوه كده، برافو. ايوه كده، شروط التفاعل. احسنتم. فيدينا غاز اسمه غاز مين؟ النشاط. يلا نبدا. اللي قدامكم دي معادله ايه؟ ايوه كده عديلي، دي معادله ايه؟ رمزيه. نبدا مع بعض. نيتروجين N2 ليه؟ عشان مش منه بقى الكلام بتاع زمان ده، كنت تكتب وتهبط براحتك واقول لك هنسمع المعادلات دول 10 مرات المره الجايه. مفيش منه بابا الكلام ده. تسميع معادلات احنا هنهرج. انت هيجي لك في الامتحان معادلات انت اصلا ما شفتهاش قبل كده، لانك فاهم ازاي تكتب معادله مالناش دعوه بالحفظ. N2 هيدروجين H2. ليه H2؟ عشان الجزئيه من ذرتين. تعالى لي فوق السهم بقى مستر،
conditions يا بابا. ضغط pressure يا بتاع الانجليزي. حرارة مثلث. عامل حفاز catalyst. اكتب كات هنا واحد يقول لك كاتب لنا قطة على السهل. اختصار يا اختي اختصار يا اختي. قطة على السهل هو ايه اللي قطة على السهل؟ catalyst يا بابا. كات اختصار لكلمة ايه؟ كاتاليست يعني عامل حفاز. اصل تيجي واحد تسالني كانها تسالني سؤال حلو يعني. معلش انت كنت تدرس بالعربي عامل حفاز. هو بيكتب باللاتيني المعادله كلها لاتيني كاتاليست. يلا يطلع غاز مين؟ نشادر. غاز النشادر مش عارفين ان اتش 3. عارفه ليه ان اتش 3؟ هقول لك انا حبيبتي اللي مذاكره ان عدد الذري كام؟ 7. روح ذاكري ثاني راجعيهم ثاني يا بابا راجعي ثاني يا بابا راجع تاني اللي انت ذاكرتيه ده واللي انت مقصره فيه لسه. راجعي فيه لانك مش هتعرفي تعملي ولا حاجه من غيره. الان عدد الذري 7 توزيع السبعه 2 5. يفقد ولا يكتسب؟ يكتسب 3. تكافؤ ثلاثي تكافؤ الان يجي هنا بينما الاتش معروف ان هو احادي. خلاص الواحد يجي هنا يبقى ان اتش 3 في ايه؟ مش مركب بكده كده؟ المركب شق موجب وسالب وبدل التكافؤات واختصر. بس هنا مفيش اختصار. نكمل الحاله الفيزيائيه. غاز هو الغاز النيتروجين. غاز الهيدروجين. غاز النشادر. اخر حاجه لابد ان تكون المعادله موزونه لتحقيق قانون بقاء الماده. ويتم وزن المعادله بوضع ارقام جهه يسار. البني ادمين ما بيغيروش حاجه ناحيه اليمين. اوعي تنسي البني ادمين ايه؟ خلاص اللي كتب ناحيه اليمين ده ليه قواعد هي اللي حكماه. يلا يا حاج كام ان؟ 2. خرجت؟ 1. كده الان اتظبط صح؟ ان 2 ضربت في 2 بقت 2 ان. الان تمام؟ انا بتكلم على الان تاني اهي. واحد يقول لك هو ايه اللي طقطق؟ هو ايه؟ ان 2 خرجت واحده، فاحنا قلنا عايزين نخلي دي 2، ايه الانجاز؟ قلنا ضاربين هنا في كام؟ بقول لها الان اتظبطت؟ هو ايه اللي بتقطع ده؟ انا بس بوريك ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم ما لسه ما عملناش حاجه كده. الان اتظبط اتش كام؟ بص كويس بقى اتش بره بكام؟ 6. اوعى حد يقول لي 3. 2 في 3 ب 6. عايزين نخلي دي 6. قال لي حط هنا 3 عشان يبقى 3 في 2 ب 6 كده 6. برجع مع نفسي تاني ان 2 خرجت 2 ان مظبوطه. اتش 6 خرجت اتش 6. انا تمام كده المعادله مرزوقه. هات لي نسب المعاملات في المعادله دي. حاضر يا مستر. نسب المعاملات سهله. كام الى كام الى كام؟ 1 الى 3. ساعات يقول لك هات لي نسب المعاملات وساعات يقول لك هات مجموع المعاملات. مجموع المعاملات والله عنايه ليك والله عنايه ليك. 1 و3 4 و2 ده مجموع المعاملات. يلا كمان مثال اقول انا وانت تروح على طول رمزيه. يتفاعل عنصر الالومنيوم. ايه الومنيوم ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الشطاره دي؟ ليه؟ كده بدا يبقى في علم نقدر نقوله. الومنيوم ايه اللي جزء من ذره واحده؟ اكسجين. ليه؟ اهدي يا منار اهدي بالراحه ما تتسرعيش. اصل هي تجاوب لها حاجتين صح هتبدا ايه بقى تبرطع وفجاه تلاقيها بترفص. لا على مهلك يعني. اوعي حتى ان انت عارفه حاجه يخليكي تتسرعي على مهلك. هو العلم كده عايز صبر وانتوا ما عندكمش. فحاولوا تدربوا نفسكم من دلوقتي عشان تعرفوا تتعلموا في اللي جاي. لازم تصبروا. لازم يبقى عندك مقدره تقعد وتصبر. لا 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 وعلى مهلي خالص مفيش مشكله هتعلم انا. فيخرج بره مركب اسمه اكسيد الالومنيوم. اكسيد الالومنيوم اتكتب ازاي؟ قالت لا بالراحه بقى ده مركب؟ قلت لها ايوه كده برافو. سامعك يا بنتي اللي بتردي. شق موجب صح؟ وشق ايه؟ ونقوم مبدلين التكافؤات. مذاكر انا الومنيوم 13 2 8 3 يفقد 3 ثلاثي صح؟ 3 تيجي هنا. الاو عدد الذري كام؟ 8. توزيع 8 2 6 يكتسب 2 يبقى ثنائي. هل في اختصار؟ لا. كده انا كتبت المركب صح. هرجع اقول لنفسي تاني انا كاتب ايه ال لان الجزء من ذره واحده. انا كاتب O2 لان الجزء من ذرتين.
انا كاتب Al2O3 لان الالومنيوم تكافؤ ثلاثي والاكسجين تكافؤ ثنائي وما فيش اختصار كده. انا فاهم كل كلمه مكتوبه لحد دلوقتي ليه. اكتب الحاله الفيزيائيه، الالومنيوم عنصر والاكسجين غاز، يخرج بره اكسيد الالومنيوم ماده صلب. يلا نوزن. طيب هديكم كده، بصوا يا جماعه الوزن ملهوش قاعده ثابته، يعني مفيش حاجه اسمها هي طريقه ثابته توزن بيها، بس انا هقول لكم على حاجات كده فيها افضليه. يا رب نفهم يعني ايه افضليه. لو بصيت في معادله لقيت فيها سوليد وايه غاز، احسن لك، انا بقول احسن لك مش لازم، اوزن الغاز الاول. يبقى لو لقيت معادله فيها صلب وغاز ابدا بمين؟ بالغاز الاول. لكن لو بدات بالصلب مش عيب، بس على فكره ممكن توزن حاجه وترجع تعدلها تاني. ولذلك انا بقول خد بالك، هل في قواعد ثابته بتمشي عليها؟ لا، ده عباره عن مهاره في استخدام الرياضه، انت بتحط معاملات عشان توزن الاخر كله يطلع مظبوط. بس انا هديك حاجتين يساعدوك شويه. لو المعادله فيها سوليد وغاز يفضل، انا ما قلتش يلزم، انك تبدا بمين؟ مش بس كده يا جماعه، في حاجه كده في المعادلات برضو تعتبر حاجات عامله زي حاجات ليها مفاتيح حل. لو عندك ماده جوه X2 خرجت بره X3، او ماده تانية كانت X2 خرجت بره X5، مش الوزن يا جماعه انك تخلي الاثنين بيساووا بعض. فانت هنا عايز تخلي الاثنين تساوي الثلاثة. بص اللعبه الحلوه دي، اعكس الضرب. يعني ايه؟ مش انت عايز تساوي الاثنين بالثلاثة؟ اضرب الاثنين في 3 واضرب الثلاثة هتلاقيها اتظبطت صح؟ دي بقت كام؟ ودي بقت كام؟ طب بص اللعبه دي كمان، عايز تساوي الاثنين بكام؟ اضرب الاثنين في 5 واضرب الخمسه هتلاقي دي بقت كام؟ ودي بقت كام؟ ودي من الحاجات اللي بتخلي وزن المعادله سهل، حاجات كده مش دايما في كل المعادلات، في معادلات فيها الكلام ده وفي معادلات ما فيهاش. يلا، ادي سوليد وجاز، تحب تبدا بمين؟ قال لي يستحسن الغاز، وعلى فكره لو بدات بالصلب صح، بس عارفين لو بداتوا بالصلب ايه اللي هيحصل؟ هترجعوا تعدلوا تاني، اوريكم ازاي هتعدلوا. بص، واحده قالت لك ايه؟ بقول لك ايه، سيبك من خلل الصقر مش مشكله. الومنيوم واحده خرجت 2، قامت ضربه هنا في 2، مش كده اتظبطت الايه؟ حلو، بس بعد ما ظبطتها هترجع لها تاني، هوريك ليه دلوقتي. او كام واحده؟ 2. خرجت كام؟ 3. انا عايز اخلي الاثنين دي بتساوي الثلاثه دي، قالت لي سهله. اضرب الاثنين دي 3. والثلاثه دي 2. عينكم معايا على الاو، كده الاو كام؟ 6. الاو كام؟ 6. خرجت كام؟ 6. 6 اهي 2 في 3 اهي. بص بص، ايديا وعينيا هيشتغلوا، ايديا وعينيا اهي 6. بس كده الالومنيوم بقوا 2 خرجوا كام؟ فهتلاقي نفسك قمت راجع تاني معدلها مخليها ايه؟ عشان يبقى 4 ال كده بقوا كام؟ كام او؟ 6. خرجوا كام؟ لا من الاول، معلش انا حر اعيد مره واتنين عشان معلش انا اللي ما فهمتش، لكن انتوا فاهمين، اما نشوف تاني. ليه ال؟ عشان بيشتغل من ذره واحده، جزئين من ذره واحده. ليه O2؟ ليه Al2O3؟ لان الالومنيوم تكافؤ ثلاثي والاكسجين تكافؤ ايه؟ ولو ما اتعودتش وانا بسالك من دلوقتي ترد على اسئلتي واعيد لي عامل كده ابشرك مش هتتعلم، مش هتتعلم خلاص. لازم تتكلم وتقول وكل حواسك تشتغل، ايديك وعينيك ولسانك كله يشتغل خلاص. نبدا نوزن، معانا سوليد وجاز، يفضل نبدا بمين بقى؟ او كام؟ خرجت؟ اضرب الاثنين دي 3 والثلاثه دي 2 كده الاو كام؟ 6. عينيك على اللي انت توزنه بس، او كام؟ 6. خرجت كام؟ 6. الاو اتظبط. ايه اللي كام واحده؟ 1. خرجت كام؟ 4. اضرب في كام؟ 4. في 4. ابص عليها بعد ما خلصتها، 4 ال كام؟ 4 ال اهو، ايديا شغاله اهي، ما بتكلمش وخلاص. كام او؟ 6. خرجت 2 في 3 6. هات لي نسب المعاملات، نسب المعاملات كام؟ 4 إلى 3 إلى 2. صعب الكلام ده؟ مثال كمان، اتفضلوا. يتفاعل عنصر الحديد مع غاز الكلور، صوت يا جماعة، حديد مع غاز مين؟ في وجود الحرارة مكونا بتاع كده أول مرة أشوفه أنا يا جماعة، أتمنى أنا ما بذاكرش أصلي. والناس اللي ما بتذاكرش دايما كده تقعد تلاقيها مستغربه الحاجه. نبدا بسم الله. حديد. ليه؟ جزئين من ذره واحده. غاز الكلور. ليه؟
هو ده كلام الناس المحترمه، ده كلام الناس المحترمه كده. احنا هنتعلم ان شاء الله. نخرج بره بقى، هيطلع مركب اسمه ايه؟ ده يتكتب ازاي؟ ده قالت لي بالراحه على مهلك، نحط الشق الموجب، نحط الشق السالب، ونبدل الايه؟ الحقيقه تكافؤه كام؟ ثلاثي. هو قايل لك ان هو ثلاثي، هو قايل لها ان هو ثلاثي، واحد لسه بيفكر هو ايه. الحقيقه هيبقى تكافؤ ايه يا جماعه؟ ثلاثي، لان هو اصلا مديهولك. بينما الكلور سي ال 17 2 8 7 بيكتسب واحد يبقى واحد، والواحد ما بيتكتبش. يبقى انا هرجع اسال نفسي، ما بسالكش، انا كاتب اف اي ليه؟ لانك جزء من ذره. كاتب سي ال 2 ليه؟ لانك جزء من ذرتين. كاتب اف اي سي ال 3 ليه؟ لان الحديد ثلاثي والكلور احادي. كده انا فاهم كل حاجه مكتوبه ليه. حاله فيزيائيه، الحديد عنصر والكلور غاز، كلوريد الحديد 3 ماده صلب. نوزن، معانا الصوليد وجاز، نبدا بمين الاول؟ جاز. سي ال كام؟ خرجت بكام؟ عايز اخلي الاثنين دي تساوي الثلاثه دي، قال لي الاثنين دي اضربها في ثلاثه والثلاثه دي بكام؟ كده السي ال كام؟ سته. خرجت كام؟ سته. اف اي كام؟ واحده. خرجت كام؟ اثنين. اضرب في اثنين. صعب المعادله حبيبي؟ ما هي دي المعادلات. فيكون النسب بين المعاملات لو سألك. طب ومجموع المعاملات كام؟ اجمعهم. قال لك النسبة، هات له النسبة، عايز مجموع المعاملات هاتهم له. صعب الكلام ده؟ طب استنى نعلى شوية. طب هشرح لكم نوع من التفاعلات كده، هيكون عندنا إن شاء الله الترم الأول والترم الثاني عملية اسمها عملية الاحتراق. أولاً أنتوا عارفين يعني إيه مادة تحترق ولا مش عارفين؟ مش عارفين. الاحتراق، اسمع يا بابا تعريف الاحتراق. الاحتراق هو عملية اتحاد سريع للمادة مع الأكسجين. المادة تتحد مع مين يا جماعة؟ بس كده. أي مادة تتحد بسرعة مع الأكسجين أقول إن المادة دي احترقت. مادة مالها يا جماعة؟ طب اسمعوا بقى كمان، والكلام ده عندكم في الأحياء وهيكون عندكم في الكيمياء. عندنا حاجة اسمها مركبات عضوية. مركبات ايه؟ عضوية. عشان بس لما تسمعوا كلمة عضو دي تفهموا يعني ايه عضو. أول ما تسمع كلمة مركب عضوي اعرف إن المركب ده أساساً بيتكون من عنصرين، سي و ايه؟ سي و اتش. والكلام ده أنت بتاخده في الأحياء زي السكريات والبروتينات وغيرها من المركبات. كل المركبات اللي داخل الخلية مركبات مالها؟ عضوية. طب في مركبات عضويه بيكون فيها سي و اتش بس، للعلم يعني. عارفين دي بيسموها ايه؟ والله المفترض تقولوا الاسم لوحدكم، بس يلا انا هساعدكم. يبقى اسمها هيدروكربونات. اسمها ايه؟ هيدروكربونات. واحده قالت لي والله يا مستر ما محتاجه شرح، الناس دي لو بتفهم عربي هتفهم الاسم كده ليه. قلت لها ليه يا حبيبتي؟ قالت لي ما هو مركب بيتكون من حاجتين، هيدروجين وكربون، يبقى اسمه هيدروكربون. هيدروكربون، هيدروجين وكربون. ده مش عايزه مدرس يشرحها دي، احنا هنهرج مدرس يشرحها. دي قلة قيمة. هيدروكربون مركب بيتكون من كربون وهيدروجين. بس استني، في المركبات العضوية يا جماعة ساعات يبقى في مركبات عضوية فيها سي واتش بالإضافة لعناصر أخرى. بالإضافة لإيه؟ عشان بس ما حدش يفتكر إن هو دايماً سي واتش، لا، سي واتش بس يبقى اسمها هيدروكربونات. في بقى في العضوية مركبات فيها سي واتش وعناصر أخرى، ساعات فيها سي واتش وأو إن، زي حاجة اسمها الأحماض الأمينية، أمينو أسيد. الأمينو أسيد بيكون في عندك سي واتش وأكسجين ونيتروجين. فدي بيكون فيها سي و اتش بالاضافه لعناصر اخرى، بس للعلم ده لو عايز اسمها يعني. دي بيسموها مشتقات هيدروكربونات. مشتقات ايه؟ هيدرو. يبقى المركب العضوي عندي يا اما هيدروكربون يا اما ايه؟ حبيبتي مشتق منه يعني اتجاب منه. زي اسم الفاعل كده، من مشتقات الفعل. عارفاه؟ اسمها مشتقات. تتجاب منه. ها عارفه كده مش عارفه؟ عارفه اسم الفاعل؟ عارفه اسم المفعول؟ وصيغه المبالغه؟ يا حبيبي هو اسم الفاعل يا حبيبي، ده اسمه مشتق. انت لو بتكون من سي و اتش بس تبقى هيدروكربون، طب لو بتكون من سي و اتش وعناصر اخرى يبقى اسمك مشتقات هيدروكربونات. مش موضوعنا الاسم ده، بس خد بالك بقى، خد قاعده ونبدا نطبق عليها امثله. بص بقى، اي مركب عضوي، اي مركب ايه؟ عضوي. اي مركب عضوي يحترق ينتج عن احتراقه
حاجتين ثابتين، عارفين مين هما؟ والله ما محتاجه يا مستر. ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. معايا محترم؟ يبقى اي مركب عضوي يا جماعه يتحرق يخرج منه مين؟ هيخرج غاز. ثاني اكسيد مين؟ الكربون. ثاني اكسيد الكربون. فاهمين ليه يا جماعه لازم يخرج الناتجين دول؟ واحده قالت لي والله يا مستر انت النهارده بتشرح حاجات اصلا سهله جدا وهبله. اقول لها بس في اهبل من الهبل اللي انا بشرحه ده، مش عارف يفهم. المركب جواه كربون، كربون هيتحد مع الاكسجين اثناء الاحتراق يدي ثاني اكسيد كربون، وادي كان معاه هيدروجين، الهيدروجين ده هيتحد مع الاكسجين فيدي بخار ايه؟ يبقى اي ماده عضويه هي اصلا كان فيها سي او اتش، كربون مع اكسجين يدي ثاني اكسيد كربون، وهيدروجين مع اكسجين هيدي بخار. نبدا باول مثال عندنا. بيقول لك يحترق غاز الميثان، غاز مين؟ ميثان. طب غاز الميثان ده يا جماعه اللي موجود في البيت اللي انتوا بتسموه الغاز الطبيعي سي اتش 4. يلا عايزين نكتب معادله الاحتراق، يبقى غاز الميثان احنا قلنا مين؟ سي اتش 4. هو هيجيب لك صيغته. بس اهو احنا قلنا ده اسمه غاز الميثان. يلا يا بابا انت وهو، يعني ايه يحترق؟ يتفاعل مع مين؟ الاكسجين O2. يلا مع بعض بسرعه. اسمعك سي مع او ها سي مع او يدي ايه؟ سي او 2. سي مع او يبقى سي او. طب اتش مع او اتش 2. تعالى نكتب الحاله الفيزيائيه وبعد كده نوزن، عشان قايل ان ده اسمه غاز الميثان. يبقى الميثان ده ماله؟ غاز. والاكسجين اللي هيحرقه ده ماله؟ غاز. وثاني اكسيد الكربون ده ايه؟ غاز. وبخار الميه ده ايه؟ فيبر. صح انا كده؟ لما نشوف هيعرفوا يوزنوا ولا لا. علل الاول، لابد ان تكون المعادله موزونه ليه يا هانم؟ تحقيقا لقانون بقاء الماده. يلا مع بعض بالراحه. كام سي؟ واحده. سي واحده خرجت كام؟ واحده. السي مظبوط سيبك منه. كام اتش؟ اضرب في 2 عشان يبقى 2 في 2 كده الاتش اتظبط صح؟ كده في حاجتين مظبوطين لحد دلوقتي يا هانم، مين ومين؟ سي والاتش. سي وايه؟ فاضل لنا مين يتظبط؟ يا رب يعرفوا يعدوا الاو. جوه هنا كام او؟ تعرفوا تعدوا كويس بره كام او؟ كام او بره؟ 4. اللي قول لي بره كام؟ 4. واحده بتقول لك 3، ده مش واحده ده كذا واحده. انا بس بوريك، ده انا بوريك بس ده جوه الحصه ما عندهمش ضمير. ادي O2 زائد 2O. ادي O2 وادي 2O يبقى الاجمالي. وهنا 2 اضرب 2 في 2 تبقى 4. اصبحت المعادله موزونه. طول ما حضرتك بقى بتتعاملي مع المعادله بالطريقه اللي اتعاملتي بيها دلوقتي وما تعديش كويس، ابشر حضرتك بصفار كتير. مش هتعرفي تعديها من كترها. هو كده. ليه؟ لان انت ما عندكيش ضمير. هقول لك حلي وركزي، ما بتركزيش. الحاجة قدامك على السبورة بص لك ايه؟ 2 و1 3. بص 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 ما هو ده ايه؟ اه اصل ما خدتش بالي. وخد بالك بقى ما خدتش بالي دي ايه؟ بتفضل مكملة بيها حوالي 20 سنة ما خدتش بالي. طب حضرتك ان شاء الله هتاخدي بالك امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله لما اسقط هاخد بالي ان شاء الله، واخد بالي ان انا كان لازم ان انا اظبط المعادلة. يا بابا ما المعادلة قدامك وسهلة، ده ايه؟ احنا لسه في المباشر. المعاملات في المعادلة، يبقى واحد إلى 2 إلى 1 إلى 2 غيره. نعلى شوية، عندنا غاز برضه يا جماعة مركب عضوي، أما نشوف هيحل دي ولا لأ. أنا معاك أهو بالراحة، يا رب نتعلم من أخطائنا. C2H4 ده هيتحرق. ما معنى كلمة يحترق؟ والله يا مستر يحترق يعني يتفاعل مع مين؟ يبقى اللي قدامك أهو هيتفاعل مع الأكسجين. يلا C مع الأو CO2 برضه واحد يقول لك سي او. يا بابا سي مع الاو سي او 2 في ايه يا بابا؟ اتش مع الاو وهنوزن في الاخر. بس تعال الاول نكتب الحاله الفيزيائيه. المركب الاولاني ده غاز، يبقى ده غاز مالكش دعوه باسمه، هو اسمه غاز الايثيل، هيتفاعل مع الاكسجين يدي ثاني اكسيد الكربون غاز وبخار الميه فيبر. اللي بعده، لابد ان تكون المعادله تحقيقا لقانون بقاء الماده، ويتم وزن المعادلة بوضع أرقام جهة اليسار. نبدأ بسم الله. عنصر عنصر. كام سي؟ اتنين. خرجت؟ واحدة.
اضرب هنا ابشر سيت زبط. دي اول حاجه انا مش عنصر عنصر. كم اتش؟ كده مين ومين اتظبط؟ كده السي والاتش اتظبطوا. مش هبوظهم انا عشان اظبط لك الاو، مش هيبوظوا لا، الاو هيتظبط ان شاء الله من غير ما ابوظ حاجه. اعد الاو جوه كام؟ الاو هنا كام؟ ده في المتفاعلات. خرجت بره، برافو اللي قال سته. بص بص الدقه، قايل لك انا اربعه او وادي اتنين او يبقوا سته. عايز اخلي دي سته اضرب في كام؟ ثلاثه في اتنين بسته. اصبحت المعادله مالها؟ اللي لسه بقول لك اصل المعادله بتتحفظ. معادله ايه يا بابا اللي بتتحفظ؟ فتعلمت غلط. لو حد كان بيقول لك كده كان بيعلمك غلط للاسف. ما ينفعش معادله بتتحفظ، معادله تتكتب وتتوزن واحده واحده. نعلى شويه. مركب اسمه الكحول الاسيلي، عارفينه كلنا، ماده مطهره. ساعه الكورونا كلنا كنا بنحطه على ايدينا، معقم للايد. C2H5OH ده كحول ايه يا جماعه؟ طبعا ماده سائله. يلا هيحترق. يعني ايه يحترق؟ اما نشوف بقى يعرفوا يوزنوا دي ولا لا. C مع O CO2، H مع O H2O H2O. يلا بقى هنحط لك حراره يا زلمه. بس حراره، حراره يا جماعه. حلوه حراره. يلا الحاله الفيزيائيه. كحول الايثيلي غاز. يعني الكحول اللي انت قعدت سنه ترشيه كان غاز؟ الله ما ارد شرد ولا نرش على ايدينا غاز. التحديث والتجديد في انشاء الطالب الهبيد. مش هبيد قديم. وعلى فكره في ابديتس بتنزل يا جماعه الحاجات دي، لازم تعمل ابديت لبرنامج الهبد اللي عندك اصلا. هو انا عارف انك انت هبيت بطبعك، بس اعمل ابديت للهبد اللي عندك. نجينا يا رب يا لطيف الالطاف، نجينا مما نخاف. كام سي هنا؟ عد كويس. كام؟ اثنين. خرجت واحد. لا متيسره ان شاء الله كده. السي اتظبط صح. بص كويس قبل ما ترد، بص كويس قبل ما ترد. كام اتش؟ برافو اللي قال سته. سمعنا بقى حاجات ثانيه يا ابني، دي ناس نايمه بتحلم يعني. كابوس كابوس اتغطى وانت نايم. دول كام يا جماعه؟ لان ادي اتش خمسه وادي واحده صح ولا غلط؟ اما اللي قال اربعه ده اتغطى وانت نايم، اتغطى وانت نايم ماشي، اتغطى وانت نايم. ادي خمسه وواحد سته، خرجوا بره كام؟ اضرب في كام؟ برافو. كده في كام حاجه اتظبطت؟ السي والاتش. ثواني بقى، ما حدش يتكلم، ما حدش يتكلم بعد اذن حضرتك. خلاص شكرا، مش طالب من اي حد مساعده. اسمع بقى الحته الجايه دي، عايز واحد مركز بس وشوف انا هعمل ايه. انا قلت ما حدش يتكلم، انا اللي هوزن دي، في اللي بعد كده انتوا اللي هتوزنوها. جيت اوزن الاو، بس خد بالك وانا بوزن الاو ما عنديش استعداد عشان اوزن الاو ابوظ السي والاتش. يعني انا اظبط السي والاتش، تروح توزن الاو تقوم بوظ السي والاتش تاني، تبقى انت اهبل. بص بقى، جيت اعد الاو، الاو هنا واحده زائد اثنين، يعني الاجمالي جوه انا بكلم نفسي ما بكلمكش بعد اذنك، ثلاثه. جيت اعد بره، لا وبعد كويس في ضمير في العد، لقيتهم اربعه او وثلاثه او، قمت جامع اربعه اهم اربعه او وادي ثلاثه او، طلع الاجمالي معايا سبعه او. فقعدت اسال نفسي فين الاماكن اللي انا ما ينفعش ارجع اغير فيها، لان لو غيرت فيها هبوظ الدنيا. لو غيرت الرقم ده عشان اظبط الاو هبوظ السي، ولو غيرت الرقم ده هبوظ الاتش، ولو غيرت هنا هبوظ السي والاتش. فلقيت ان المنطقه دي للي بيفهم ما تتكلميش بعد اذنك، انا عارف حلها لك، انا مفهم زمايلك، شكرا ليك، انت عارفه خلاص خلي لنفسك. فلقيت ان المنطقه دي الوحيده اللي لو عملت فيها اي تعديل مش هيحصل اي حاجه للسي والاتش صح. طب انا عايز كام هنا مع الواحد عشان يبقى الاجمالي سبعه؟ دي لو بقت سته هيبقى ادي الواحد زي ما هو ما غيرناهوش، وسته يبقوا كام؟
الاثنين دي اضربها في كام تبقى 6 في 3 يبقى لو ضربت هنا في 3 هيبقى 3 في 2 ب 6 6 و 1 كام اصبحت موزونه وعشان كده قمت ضارب هنا طب تاني ليه ما عدلتش في اي مكان من الاماكن الثانيه المحترم اللي قاعد مركز اي تعديل هنا هيبوظ السي والاتش الاثنين مع بعض طب التعديل هنا هيبوظ مين وهنا هيبوظ مين وانا لا عايز ابوظ لا السي ولا الاتش فبصيت على المكان الوحيد نعم يا فندم ثاني يا فندم معادلة يا فندم مش موزونة خالص ويا ريت يا فندم لما يبقى في إعادة يبقى الإعادة من جزئية معينة مش بعد ما بخلص خالص مش يا ريت مثلا ممكن نعيد لا نعيد من الأول يعني الحرف اللي أنت ما تفهميش ليه اتكتب كده خلاص نبدأ كام سي يا فندم؟ 2 خرجت 1 عايز أخلي دي 2 يا فندم بكل هدوء قالت لي خلاص اضرب دي في كام؟ في 2 كده 2 سي كده السي جوه كانت 2 خرجت بره واحده ضربت في 2 بقت 2 اتش كام واحده برضو 5 يا ابني انت بص يا ابني مفيش فيك امل خلاص ده المهم ايه ان انا معاه ومشاور له بايديا وبص بص اربع الاثنين مشاورين فين بس بص بص لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ما بيشوفوش ليهم عينين زينا بس ما بيشوفوش وليهم اذان بس ما بيسمعوش ما بيسمعوش الحق بس ده مش ممكن تخيل انت بتشاور له كده يقول لك انا دول 5 دول 4 لا دول 2 يلا اتش 5 1 6 خرجت بره كام 2 عايز اخلي دي 6 اضرب في كام الاستاذه لحد كده تمام لحد كده مين اللي اتظبط بس احنا لسه فاضل لنا الاو طب هظبط الاو تعالى نظبط الاو جيت اعد الاو ادي او واحده وادي 2 يعني اجمالي الاو في المتفاعلات 3 بينما الاو بره 4 7 الاجمالي 7 طب انا عايز المجموع هنا 7 زي هنا بس استنى مش هينفع تغير هنا لان التغيير هنا هيعمل ايه هيبوظ السي والاتش والتغيير هنا هيبوظ مين والتغيير هنا هيبوظ مين يبقى انا بوريك بوري نفسي مش بوريك انت الاماكن اللي مش هينفع اعدل فيها تاني قمت سال نفسي طب فين المكان اللي لو اتعدل ما ياثرش في الباقي هنا طب الرقم ده لو بقى كام يتجمع على الواحد يبقى 7 قالت لي دي لو بقت 6 مستر هيبقى 1 و6 كام 7 قلت خلاص تضربي الاثنين في كام تبقى 6 قالت لي اضرب في 3 كده اصبحت المعادله مالها موزونه اتفهمت اللعبه دي تعالى نعلى شويه بقى نعلى انا ما بقولش اصعب يحترق سكر الجلوكوز سكر الجلوكوز هو يقول لك صيغته C6H12O6 C6H12O6 سكر احادي يا حبيبي مونوساكرايد بس السكريات ثلاث انواع مونوساكرايد ودايساكرايد وبوليساكرايد سكر احادي سكر ثنائي سكر عديد 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 هو بيقول لكم معقد في الاحياء ماشي هنعديه لكن ده مجالنا احنا مش مجال حد تاني C6H12O6 هذا السكر يحترق جوه جسمك اثناء عمليه التنفس ركزي يا استاذه اثناء عمليه ايه يحترق يعني يتفاعل مع غاز مين ادي O2 C مع O H مع O استرها علينا يا رب ويعرفوا يشتغلوا سكر الجلوكوز ده مادة صلبة صلد يتفاعل مع الأكسجين غاز يدي ثاني أكسيد الكربون غاز وبخار المية فيبر زن المعادلة يلا نوزن يا بابا سي كام واحدة 6 خرجت واحدة سي 6 خرجت كام واحدة عايز أخلي السي 6 أضرب في كام أضرب في 6 6 في 1 ب6 كده مين اتظبط؟ سي معايا يا باشمهندسة؟ كام اتش؟ ثواني يا جماعة بس ثواني معلش ثواني عشان شكلها محتاجة تغير النظارة بس قريب كام اتش؟ خرجوا كام؟ عايز اخلي دي 12 اضرب في 6
يبقى كده السي اتظبط والاتش اتظبط صح؟ فاضل مين؟ نقف قبل ما نكمل، في حد ما فهمش السي والاتش اتظبطوا ازاي؟ كام سي؟ 6. كانت خارجة واحدة، قمت ضارب في كام؟ 6. كام اتش؟ 12، قمت ضارب في كام؟ سي 6 خرجت واحد، قمت ضارب في كام؟ في 6. اتش 12، 12 اللي كانت بتقول لك 2 معلش كانت عينيها مزغللة بس، 12 خرجت 2، قمت ضاربين في كام؟ كده السي والاتش اتظبطوا، فاضل لنا الاو، عايز هدوء دي، عايز هدوء، بس خدي بالك وانا بوزن الاو مش هبوظ السي والاتش تاني. انا مش بتاع كده، بعد ما اظبط حاجه اروح اعكها تاني؟ احنا هنهرج ده، انا ما صدقت ظبطتها. يلا نعد الاو، ادي 6 اهو و2، يبقى الاجمالي جوه 8. الاجمالي كام يا علاء؟ تعالى بقى هنا 12، وادي 6، قول لي اجمالي كام؟ يا نهار ابيض، لا بعيده خالص، ده دي 8 ودي 18. ينفع احط رقم هنا؟ لا هتبوظ مين ومين؟ الف مبروك الباص كل حاجه، انت بتعك الدنيا. طب ينفع تحط رقم هنا؟ لا هتبوظ السي. ينفع تغير هنا؟ ينفع اغير هنا، حط حاجه هنا مش هتاثر في الباقي. هو الرقم ده لو بقى كام يبقى الاجمالي 18، دي لو بقت 12 عشان يبقى 6 و12 كام؟ ازاي الاثنين دي تبقى 12؟ عشان يبقى 6 في 2 ب 12، 12 و 6 18. اتفهمت اللعبه يا بابا؟ اتفهمت اللعبه تاني؟ هحفظ المعادله يا مستر، انا هحفظها برضه. احفظ حبيبي، انا عايز تحفظ عادة ده تقدر، ولا تعرف تعمل حاجه، لان اللي جايه في الامتحان مش اللي انت حفظته، والله ما هي. احفظ، انت فاكر ان انت هيجي لك اللي انت تحفظه؟ والله العظيم ابدا. يلا، هات نسب المعاملات، ركز يا استاذ. النسب كام؟ 1 إلى 6 إلى 6 إلى 6. طب لو سألك عن مجموع المعاملات 19. 1 و6 7 و6 13 و6 كمان مثال، أنا هكتب المعادلة بس وأنتوا هتوزنوا، بيقول لك ركز معايا هنا يا حبيبي. أهو شوف عمالين نحل كم مثال وفي الآخر يقول لك أصل ما حلش أمثلة كتير، معلش مدرسين متكروت ما عندهاش ضمير. بيشرح الباب في حصة. اتش إن أو 3 ينحل. يدي ميه H2O وثاني اكسيد نيتروجين NO2 وغاز اسمه غاز الاكسجين، والمطلوب منك بس زن المعادله ثم اكتب المعاملات. اوزن وهات المعاملات. يلا يا ابني زن، يا ابني زن، يا بابا زن. H1 خرجت كام؟ 2. اعمل ايه؟ هاي في 2. H اتظبطت، الف مبروك عليكي. كام N؟ 2. كام N؟ لسه برضه مع بص واحده واحده في عينك على طول، اديها فوق دماغها اعورها، عمال تشاور لك قلنا الاثنين مضروبه في الكل، الاثنين مضروبه في الكل، الاثنين مضروبه في الكل. 2 اتش خرجت 2، كام ان خرجت؟ اضرب هنا كده كمان الان اتظبط، في حاجتين اتظبطوا، الاتش اتظبط، الان اتظبطت. ليه ما تقولي ثلاثة؟ ما تقولي ثلاثة؟ ستة. ها ستة، أدي واحدة أو وأدي أربعة أو. هوبا يا خسارة، باظت على اللحظة الأخيرة، طلعوا سبعة من الست، عايزين نخليهم ست. قالت لي استنى ما تغيرش حاجة هنا هتبوظ الإتش، وما تغيرش حاجة هنا هتبوظ الأو. أنا عايز دي تبقى واحد عشان كده يبقى الإجمالي ستة صح؟ دي تتضرب في كام تبقى واحد؟ برافو الشطوره اللي بقت فاهمه رياضه. اضرب نص في الاثنين تبقى واحد، احسنت يا حبيبتي. كده المعادله موزونه. استنى اللي قالت مش هينفع، لا يا اختي ينفع. لا يا اختي ينفع. اسمها لا يفضل يا اختي. اسمها لا يفضل، هو انا قلت ما ينفعش ولا لا يفضل؟ المهم ان انتوا بترجعوا تقولوا لنا كلام احنا ما قلناهوش، يقول لك لا ما ينفعش، مستر خالد قال ما ينفعش، لا مستر خالد ما قالش ما ينفعش، انت بتكذبي يا بته. انت بتكذبي يا قطه. مستر خالد قال لا يفضل، مستر خالد، مستر خالد يا جماعه ما بيفضلش الموضوع ده، مش انا يعني، ده دي قاعده معروفه، لا يفضل ان هو يكون في كسر. عايزين نتخلص من النص اللي هناك ده، قالت اضرب المعادله كلها في كام؟ اضرب المعادله كلها في نص. لو عايز تتخلص من نص اضرب المعادله في نص، شكلك فاهم يا نصه. يبقى قابلني يلا. ده مين يلا مدرس الرياضه اللي انت بتاخد عنده عشان اروح اقول له يمشيك؟
عايز يتخلص من النص يضرب المعادلة كلها في نص. يبقى لما تحب تخلص من النص تعمل ايه؟ ولا تضرب المعادلة في نص. ده ينفع يبقى طالب اولى ثانوي؟ لا. ده يبقى طالب اولى ثانوي؟ ظلمك حبيبي اللي طلعك، ظلمك وظلمنا، ظلمك والله العظيم. كانش ينفع، كان لازم تقعد شويه تحت في ابتدائي تتعلم. اي رقم عايز، اي كسر عايز تتخلص منه تضرب في معكوس الضربي، يعني عايز تخلص من التلت اضرب في ثلاثه، عايز تخلص من الربع اضرب في اربعه، عايز تخلص من النص اضرب في كام؟ يبقى المعادله كلها يا جماعه تتضرب في اتنين، يبقى اتنين في اتنين بكام؟ باربعه. وهنا اتنين في واحد باتنين، وهنا اتنين في اتنين باربعه، وادي اتنين في النص، النص مختار. ومع ذلك لا يفضل، وهو هيبقى عايز معاملات صحيحة. أقوم عامل إيه بقى يا جماعة؟ ده استنى بص، الناس اللي عندها ضمير بعد ما خلصت أقوم متأكد إن أنا حتى مع إن أنا متأكد إن أنا صح، بس لا لا، ليطمئن قلبي. وتبقى دي قاعدة عندنا وإحنا بناخد دايما العلم. واحد عايز إيه؟ يكروت ويجري. سيدنا إبراهيم، ولله المثل الأعلى في القرآن الكريم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. سيدنا إبراهيم بيسأل ربنا وريني إزاي بتحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا في التعليم لازم أطمئن قلبي إن أنا حل صح، لكن إحنا عندنا طالب النهارده عايز يكتب إيه؟ ألف، جبتها إزاي؟ بالإحساس أو بالحب؟ كله بالحب على فكرة يا مستر، كله بيجي بالحب. لا حبيبي، مفيش علم بيجي بالحب ولا بالإحساس، علم يجي بخطوات علم. بقعدة على الكتب وإنك تقعد راكز كده وباصص كويس في شغلك ومهتم بيه. ما دون ذلك مفيش علم هيجي لك. أربعة إتش خرجت؟ أربعة، بتأكد أهو من كل حاجة. أربعة إن خرجت؟ أربعة. الأو 12 أدي 2، بص الأو 12 هي 4 في 3، أدي 2 أو، و8 10 و2 أصبحت المعادلة مالها؟ موزونة. وبكده يبقى إحنا أخذنا إزاي نكتب أي معادلة، وإن المعادلة لابد أن تكون موزونة تحقيقا لقانون بقاء الكتلة أو المادة. بص يا محترم، اللي بعد كده يا جماعه ان شاء الله هناخد كمان مقدمه في حاجه اسمها المعادله الايونيه. معادله ثانيه اسمها المعادله ليه؟ اسمع بقى كده حبيبي المقدمه دي بالراحه عشان تفهم اساسها كده ان شاء الله. معايا يا باشمهندس؟ نبدا بسم الله. في البدايه يا جماعه الكتاب بيقول لك هناك بعض المركبات. هناك ايه؟ يبقى اولا بس خد بالك دي مقدمتها، انا لسه ما خدتش حاجه اسمها معادله ايونيه. هناك بعض ايه؟ مركبات. راجل بيقول لك هناك بعض المركبات تتفكك او تتأين. في بعض المركبات ايه اللي بيحصل لها يا جماعه؟ المركب قدامك يا فندم هتلاقيه، هتشوف دلوقتي، هيتفك، اسمها يتفكك او اسمها ايه؟ يتأين. طب الكلام ده بيحصل امتى مستر؟ بيقول لك عند، اسمع يا حاج، عند انصهارها حراريا. عند ايه؟ جماعه فاهمين يعني ايه عند انصهارها حراريا؟ يعني سيادتك جبت مركب صلب سخنته فتحول من حاله صلبه لحاله سائله، ده كده اسمه انصهر حراريا. ده مش بس كده، او ذوبانها في الماء، او ايه؟ او ان المركب الصلب ده يدوب فين؟ لا ركز كده حبيبي قبل ما اقول اول مثال. يبقى تاني، هل كل المركبات تتفكك او تتأين ولا جزء منها؟ جزء منها. والدليل ان المستر قال ايه؟ وهقول لك مين البعض اللي بيتفك ده. يبقى اولا مش كل المركبات بيحصل لها اللي انا هقوله ده. اللي انا هقوله ده بيحصل لبعض المركبات. المركبات دي ايه اللي بيحصل لها يا حاجه؟ حاجه من اتنين، تقدر تقول تفكك المركب، او تقدر تقول تأين المركب، وهتفهم هو ليه اسمه كده او كده. بس العمليه دي بتحصل عند ايه او ايه؟ هبدأ الأول بمثال بسيط جدا يا جماعة. يبقى هنا يا جماعة المركب يتفك أو يتأين عند الانصهار الحراري أو عند الذوبان فين؟ هناخد مثال بسيط، ملح الطعام، كل الناس عارفاه. ملح الطعام مركب صلب ولا سائل؟ صلب. ملح الطعام في البيت عندكم. واحنا لسه بتفكر هو صلب ولا سائل، صح؟ مركب موجود عندهم في البيت بتحطه على الأكل وترشه كده على معرفش إيه وهي وصلت. صح؟ أنا أول مرة أسأل نفسي هو صلب ولا سائل؟ اسألي نفسك يا أختي.
بيسأل نفسه. ملح الطعام مادة صلبة، طبعا صيغته الكيميائية NaCl كلوريد صوديوم. ولو حد سألني هو ليه مكتوب NaCl هقول له ان ال N ده احادي، معروف ان 11 احادي، والCl هو كمان ماله احادي، مش الCl 17 احادي 2 8 7. ادي ملح الطعام مادة مالها صلب. جيت يا حضرتك يا استاذة يا محترمة قمتي ايه مسخناه لحد مثلا 700 درجة. ملح الطعام لما بيتسخن لحوالي 700 درجة بيتحول من الحالة الصلبة للحالة، يبقى كده اسمها ذاب في الماء ولا انصهر حراريا؟ انصهر. خدي بقى المفاجأة، أول ما ملح الطعام بينصهر فيتحول للحالة السائلة، الـ NA والـ CL بدل ما ماسكين في بعض، بصي بابا والله كلام ما هوش في المهن دي أهو يا بابا، يتفك إلى أيونات صوديوم موجبة وأيونات CL مالها؟ فيقال تفكك المركب. إيه اللي حصل له؟ يبقى هنا هيدينا NA موجب، NA لأن معروف إن أيون الصوديوم موجب، وهيدينا إيه كمان يا أستاذة؟ لا 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 لا، CL سالب، ده أيون يا أستاذة مش غاز. هو ده غاز الكلور ولا أيون الكلوريد؟ غاز الكلور CL2 اللي إحنا كنا واخدينه في المعادلة الكيميائية، ده غاز ولا أيون؟ واحد يقول لك طب ليه مش CL2؟ حبيبتي روحي بابا ذاكري كيمياء وفيزياء أو شوفي مين كان بيشرح لك علوم. هو في سالب ينجذب لسالب؟ لكن CL2 ده كان ذرة الكلور مع ذرة الكلور عاملين حاجة اسمها جزيء كلور، أما ده ذرة الكلور ولا أيون كلوريد؟ أيون كلوريد. الحالة الفيزيائية هنا بقى هكتب ليكويد ولا أكوس؟ حتى دي مش عارفين يقولوها، خسارة والله، خسارة والله التعليم يحصل له في مصر كده. المادة كانت صلبة، سخنتها اتحولت للحالة السائلة، يبقى بقت ليكويد. يبقى اللي قدامنا ده حاجة اسمها انصهار حراري، تحول المركب من حالة صلبة إلى حالة سائلة. طب إيه اللي حصل له لما انصهر حراريا؟ تفكك المركب إلى أيونات صوديوم موجبة وأيونات كلوريد مالها؟ يبقى أدي أول حالة، قد يتفكك المركب عند انصهاره حراريا، يعني تسخنه فتحوله من الحالة الصلبة للحالة السائلة. المرة الثانية هو نفس الكلام، ملح الطعام NaCl solid، بس المرة دي هدوبه في المية مش هسخنه. طبعا الطالب المحترم، طالب ايه يا عم ده مش محتاجة، هات لنا واحدة قاعدة في البيت ما نزلتش مدارس وقول لها الملح بيدوب في المية، ولا هتقول لك الملح بيدوب في المية، ده بتطبخ، بتقف تطبخ بيه، ملح بيدوب في المية، ملح الطعام بيدوب في المية. طب ده لما يدوب في المية ايه اللي يحصل له؟ يتفكك الى ايونات NA موجبة وCl سالبة. بس العيل المحترم اللي قاعد مركز قال لي لا اكواس، قلت له الله 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 الله، ليه المرة دي اكواس وليس ليكويد؟ قال لي في المرة الأولى هو انصهر فتحول من صلب لسائل، يبقى حالته سائلة والسائل ليكويد، بينما المرة الثانية دب في المية فكون حاجة اسمها محلول. احنا قلنا اللي يدوب في المية يعمل محلول، والمحلول يرمز له بالاختصار AQ، اختصار لكلمة اكواس. يبقى ده هنا مش انصهار حراري، امال ده ايه؟ ده ذوبان في الماء يا هانم، ذوبان في الماء. طب ايه اللي حصل له برضه لما داب في الماء؟ تفكك المركب الى ايونات صوديوم موجبه وايونات كلوريد مالها؟ يبقى تاني متى يتفكك المركب او يتأين؟ يعني ايه يتفكك او يتأين؟ والله يا مستر المركب بيكون كده ماسك في بعضه، الموجب ماسك في السالب، اول ما ينزل الميه او يتحول من الحاله الصلبه للحاله، يبقى اول ما ينصهر او يذوب في الميه، بدل ما كانوا ايونات ماسكين في بعض يتفكك الى ايونات موجبه لوحدها وايونات، تسمى العمليه بالتفكك او التأين. التفكك او ايه يا بابا؟ يبقى تاني، شوف كم مره عمالين نعيد، متى يتفكك المركب او يتأين؟ عند انصهاره حراريا او عند ذوبانه في الماء. طب لو انا شلت العلامه اللي فوق السهم دي كده وسالتكم مين فيهم انصهار ومين ذوبان، تعرف ولا ما تعرفش؟ اعرف طبعا. اعرف منين؟ اعرف من الحاله الفيزيائيه للايونات، هنا كان سوليد بقى ليكويد يبقى حصل له عمليه انصهار، بينما هنا سوليد بقى اكواس يبقى داب في الميه، يبقى ده ذوبان. طب بس انا مأكد في الاول ان مش كل المركبات بتتفكك، في بعض المركبات. فواحده قالت لي مستر ممكن تقول لنا مين هي المركبات اللي بتتفكك في الماء؟ قلت لها حاضر. قالت لي وبالمره بس مش عايز اثقل عليك، تقدر تقول لنا مين المركبات التي لا تتفكك في الماء؟ قلت لها برضو حاضر. وطبعا اللي انا هقول ده جماعه على قد سنه اولى، هو في تفاصيل اكتر من كده، بس انا هقول كلام بسيط يا دوبك يخش عقلك.
قليل ينفع عشان بس نعرف نزقك لقدام شوية. واحد محاليل الأحماض، ولو عايز أكد يبقى اسمها محاليل الأحماض القوية، بس خلينا في كلمة محاليل الأحماض. اهي يا عم مالكش دعوة بالقوية دلوقتي، هتاخد يعني قوي وضعيف بعدين. طب أصلا في ناس ما شاء الله جميلة ما تعرفش يعني حمض. حمض زي حمض الهيدروكلوريك ده لما ينزل المية يتأين، حمض زي حمض الكبريتيك H2SO4 ينزل المية يتأين. يبقى معنى كلمة محاليل الأحماض يعني الحمض ينزل المية يتأين. طب مين كمان غير محاليل الأحماض؟ حاجة اسمها محاليل القلويات، ولما أقول محلول يعني ندب في المية. برضو محاليل القلويات القوية. قال لي زي مين يا مستر محلول؟ محلول لقلوي قوي زي NaOH وKOH، دي اسمها محاليل القلويات. نعلى شوية، مش بس كده، والأملاح، بس مش كل الأملاح عشان ما حدش يقولني، والأملاح الزائبة في الماء. الأملاح مين؟ أي ملح يدوب في الماء يتفك. أي ملح يعمل إيه؟ أنا ما قلتش الأملاح، أنا قلت الأملاح مين؟ واحدة قالت لي طب أنا أعرف منين إنها زائبة أو غير زائبة؟ قلت لها بص ريحة دماغك، هديك ملخص صغير كده على قدك برضو. أي ملح، أي ملح تلاقي فيه، تلاقي فيه صوديوم، أيون صوديوم أو بوتاسيوم أو أمونيوم، ده في الموجب اعرف ان الملح ده ماله بيدوب في المية. يبقى هنا مين المواد القابلة للتفكك؟ لا مش كل المواد بتتفكك، انا قايل بعض اهو ومأكد في الاول. طب مين اهم المركبات اللي تتفكك؟ محاليل الاحماض، محاليل القلويات، والاملاح الزائبة في الماء. واحدة قالت لي طب مين المركبات التي لا تتفكك؟ قلت لها حاضر. اما المركبات التي لا تتفكك، واحد الماء النقي، يبقى الماء النقي يا جماعة لا يتفكك، سيبه زي ما هو. مش بس كده، الرواسب. واحدة قالت لي يعني ايه الرواسب؟ بابا راسب، كلمة راسب مادة صلبة شحيحة، او زي ما كنت بتقولي في اعدادي لا تذوب فين؟ مع ان اللفظ الصح انها قليلة الذوبان، وانما خلاص بتقولوا لا تذوب لا تذوب. بس دول الحاجتين اللي ما يتفكوش. يبقى مش كل حاجة انا بفكها، اللي بيتفك محاليل احماض ومحاليل قلويات ومحاليل املاح زائبة في الماء، واللي ما يتفكش حاجتين، لا الماء النقي ولا الرواسب اللي هي المواد الصلبة. طب عشان نبدأ نكتب لك مركبات وتبدأ تفكها، تعالى أعلمك قاعدة. جماعة أنا هشرح قاعدة الأول قبل الأمثلة، بعد كده هنحل عليها أمثلة كتير. بص يا بابا، مركب اسمه X2Y3. بص يا ابني عشان بيرجع لك أصل كانت صعبة. لا يا حبيبي، أنت بس أهم حاجة وأنت بتحلها حلها بضمير كده. مش ده مركب صلب؟ انا جبته وبعمل ايه؟ بسخنه صح؟ يبقى هو المفترض هينصهر. بص بقى لما هيتفك هيتفك ازاي. واحد يجي يقول لك اصل انا ما بعرفش اكتب معادله التفكك، اقول لك على طول شوف مدرس كويس، اكيد العيب مش منك، العيب المدرس اللي هو انا. اكس 2 يتفك يبقى 2x زائد واي 3 يتفك يبقى 3y. احب اقول لك ان الهيافه دي احنا اختبرناها على طلبه في اولى اعدادي، بس طلبه، بس طلبه طلبه بيحلوها عادي ولا حاجه. عيال في اولى اعدادي تعرف تجرب معاها الكلام ده، جربوه مش حاجه خالص. اكس 2 عندنا في الكيمياء يعني الاثنين ماسكين في بعض، لكن لما تقول 2 اكس يعني انفصلوا عن بعض كده تفكك المركب. واي 3 تتفك تبقى ازاي؟ بس كده. الحاله الفيزيائيه ليكويد ليكويد، هو انا ليه كتبت ليكويد ما كتبتش اكواس؟ لان هو انصهر ما دابش في الميه، يبقى اللي حصل هنا عمليه انصهار. استنى يا بابا لسه ما خلصتش. الناس بقى اللي بتكروت اللي ما عندهاش ضمير، ودول كتير للاسف، تلاقيه فكها كده وقال لك خلاص. اما الناس المحترمه حبيب قلبي، فوق في شحنات لازم تتكتب، هنا في موجب وهنا في سالب. بس اهم حاجه بقى ايه كمان؟ في ناس برضو ما عندهاش ضمير يقول لك ايه موجب واحد سالب واحد، ده على اساس ايه؟ طب انا هنا كتبت موجب واحد وسالب واحد لان الصوديوم احادي موجب والسي ال احادي سالب، لكن هنا الكلام ده مش كده. واحد يقول لي طب وانا هعرفها منين؟ معلش يا حبيبي روح ذاكر حصة الأساسيات. شحنة الإكس، أولاً إكس ده موجب، صح ولا غلط؟ عرفت منين ده موجب وده سالب؟ دايماً اللي على الشمال الشق الموجب وده الشق مين؟ سالب. بص بقى لما يكون الطالب مذاكر اللي فات، مش إكس 2 تفك بقى 2 إكس؟ وشحنته موجب 3. ولما سألناه عرفت منين إنها موجب 3؟ قال لي ما هو تكافؤ الإكس اتحط تحت الواي، وتكافؤ الواي مكتوب تحت الاكس، يبقى سالب 2.
دي الطريقه اللي تفك بيها المركب. يعني اللي قدامك ده من اعلى المركبات اكس 2 واي 3. انا ماليش دعوه بالشحنه الاول، انا اشتغلت واحده واحده. اكس 2 اكس 2 2 اكس، واي 3 3 واي. والشحنه جايبها منين؟ شحنه الاكس معامل الواي، وشحنه الواي معامل الاكس. ما انت كنت مبدل التكافؤات بس كده. مثال انا اللي هحله برضو الاول وبعد كده انتوا اللي هتحلوا. ملح اسمه كبريتات صوديوم Na2SO4. ولو حد سالني هو ليه بيتكتب كده، لا انا كل حاجه المفترض اعرف اقولها له هقول له ان الN ده تكافؤ احادي، الواحد يجي هنا ما بيكتبش، والSO4 دي مجموعه ذريه اسمها الكبريتات تكافؤها كام؟ ثنائي. جاب الملح ده دوبه في الميه ووتر، ايه اللي هيحصل له؟ هيتفك. انا اللي هقول بعد اذنك ما تكلميش. Na2 يبقى 2Na، SO4 SO4. تلاقي واحد بقى ملوش في حاجه، ملوش في البتنجان اصلا، في البتنجان مش في الكيمياء، يقول لك يبقى 4SO. روح روح، دي مجموعه ذريه، واحنا واخدين في المقدمه ان المجموعه الذريه تعامل معامله الذره، يعني المجموعه الذريه ما تتفكش. المجموعه الذريه ما تتفكش، لان المجموعه الذريه انت بلسانك قلت، بروح بس راجع الاساسيات بتاعتك، هتلاقي متقال ان المجموعه الذريه تعامل معامله الذره. ازاي عندك تفكها؟ فك الذره ازاي؟ يبقى هنا Na2 2Na، SO4 SO4 زي ما هي. اكتب كام بقى فوق ال Na؟ اولا ال Na ده موجب، موجب كام؟ موجب واحد. والدليل ان تكافؤ الصوديوم هنا مش مكتوب حاجه لانه احادي، بينما عند ال SO4 تكافؤها كام؟ فاكتب سالب 2. اكتب كده سالب سالب او اكتب سالب 2، وبكده بقى فكيت المركب. اتفضلوا حضراتكم هتحلوا اللي بعدين. يلا يا فندم معايا على السبوره. AlCl3 solid، ركزوا هنا يا فندم هنسخنه. فك المركب. ها Al زائد Cl3 تتفك تبقى ايه؟ 3Cl. كده المركب اتفك. Al واحده، Al واحده، Cl3 3Cl. الحالة الفيزيائية للأيونات تبقى ايه؟ ليكويد. ليه؟ لأن اللي حصل عملية انصهار وليس ذوبان. آخر حاجة اكتب الشحنات، فوق الـ AL هكتب كام؟ 3. موجب كام؟ 3. موجب 3، ليه موجب 3؟ عشان تكافؤ. أولاً موجب لأن ده الشق الموجب، وتكافؤ الـ AL تحت الـ CL، وتكافؤ الـ CL تحت. أمال تحت فوق الـ CL؟ سالب 1. تاني. Fe2SO4x3 solid جبناه وهندوبه في الميه. اتفضلوا حضرات انا معاكم واحده واحده. Fe2 يبقى 2Fe. ممتاز ممتاز. اللي قال ده هي الممتاز، هيجي منه ان شاء الله، والله هيجي منه. 2 Fe2 2 Fe SO4 by 3 3 SO4. الحالة الفيزيائية، الحالة الفيزيائية اكواس. ليه اكواس؟ عشان سيادتك دورت في المية، واللي يدوب في المية يبقى اكواس. اخر حاجة الشحنات، فوق ال Fe هكتب موجب كام؟ موجب 3. ممتاز. سالب 2. اتفهمت اللعبة كويس؟ بس كده. يبقى السؤال تاني، هل كل المركبات تتفكك او تتأين؟ لا. لا، بعضها تتفكك المركبات او تتأين عند ايه وايه؟ عند انصهارها حراريا او ذوبانها في الماء. استنى بقى، طب انا كل المقدمه دي عمال اشرحها ليه؟ اسمع كده حبيبي. تستخدم المعادله الايونيه. تستخدم ايه يا بابا؟ المعادله. هنبدا بقى نتكلم عن حاجه اسمها المعادله الايونيه. اسمع، تستخدم المعادله الايه يا جماعه؟ الايونيه. في التعبير عن بعض التفاعلات. انا كلامي واضح؟ يبقى المعادله الايونيه اللي هعلمها لكم دي بيكتب بيها كل التفاعلات ولا بعض التفاعلات؟ كم تفاعل بقى عندنا في المنهج؟ 2. حاجه اسمها تفاعل التعادل، وده هنشرحه النهارده، ونوع تاني من التفاعل اسمه تفاعل الترسيب، وده ان شاء الله هيكون المره الجايه. يبقى المعادله الايونيه، اسالك تاني،
المعادلة الأيونية هتتصرف بالتعبير عن كم نوع من التفاعل؟ تفاعل مين وتفاعل مين؟ هنبدأ النهاردة بتفاعل مين؟ نيوتريشن رياكشن. نيوتريشن اللي كان بيدرس بالانجليزي نيوتريشن رياكشن. ايه بقى تفاعل التعادل ده؟ كانوا بيقولوا لنا كده في اعدادي هو تفاعل، وهم بيقولوا صح، هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وايه؟ وماء. ملح وماء. وعلى فكره بيسموا التفاعل تفاعل التعادل للي عايز يعرف، لان مش الحمض ده اول ما بيتحط ليه مجموعه خواص، كانوا قالوا لنا له طعم لازع وبيحمر ورقه عباد الشمس، والقلوي ده كان بيزرع ورقه عباد الشمس. لما هما الاثنين بيتحطوا على بعض ويكونوا ملح وميه، خواص الحمض بتختفي وخواص القلوي بتختفي، ولما خواص الاثنين بتختفي يبقى كده انا وانت متعادلين، فبيسموا التفاعل تفاعل. ولذلك كان يجي عند ازهر يقول له علل يعرف تفاعل الاحماض مع القلويات باسم تفاعل التعادل، هيقول له حيث تختفي خواص كل منهما. خواص الاثنين مالها؟ بتختفي. وما دام خواصك اختفت وخواص اختفت يبقى احنا الاثنين مالنا؟ متعادلين، فيسمى التفاعل تفاعل التعادل. انا هشرح المثال الاول وهو مثال سهل. بيقول محلول هيدروكسيد صوديوم، ولما اقول محلول هيدروكسيد صوديوم يعني هيدروكسيد صوديوم ده فين؟ في ميه. زائد محلول حمض هيدروكلوريك مخفف. او مرضاش يكتب لي النواتج، ما اسمعش صوت خالص. المثال الاول انا اللي هشرحه. بص يا بابا، اللي انا هعمله ده ان انا هكتب الاول معادله كيميائيه. هكتب معادله ايه؟ وبعد كده من الكيميائيه هوريك ازاي تكتب المعادله مين؟ الايونيه. يبقى ثواني، انا هنا براجع على الاثنين اللي اخذناهم النهارده. هعلمك الاول تكتب مين؟ هكتب كيميائيه واوزنها، وبعد ما اكتب الكيميائيه واوزنها هحولها لايه؟ واوريك ازاي بنحول الكيميائيه الايونيه عشان تفرق بين الاثنين، وما تقوليش اصل بتلخبط بين الكيميائيه والايونيه، مفيش اي علاقه. بس الايونيه بتتجاب من الكيميائيه. نبدا الاول، هو قال محلول مين؟ قمت انا ماسك قلمي اللي مذاكر بقى، ده مركب صح؟ ادي ال ان ايه وادي ال او اتش، وانا قلت ما حدش يتكلم، انا بشرح لنفسي مش ليك. اتكلم لو انت مش فاهم. ال ان 11 2 8 1 يفقد 1 يبقى 1، الواحد يجي هنا ما بيكتبش. مجموعه ال او اتش دي انا مذاكرها مجموعه ذريه احاديه، ال او اتش يجي هنا حاجه ما بيكتبش، يبقى هيدروكسيد صوديوم كده مكتوب صح، شق موجب شق سالب وبدل التكافؤات. هو مش قال محلول؟ قمت انا كاتب الحاله الفيزيائيه مالها؟ هو قايل محلول اهو، يبقى الحاله الفيزيائيه ايه؟ اكواس زائد محلول حمض مين؟ اول ما قال هيدروكلوريك، هيدرو اللي هو هيدروجين وكلوريك اللي هو الكلور سي ال، اكواس ما هو قال محلول. الاتش ده انا مذاكر تكافؤ احادي، والمحترمه اللي مذاكره سي ال عدده الذري 17 2 8 7 يكتسب 1 يبقى احادي. يبقى كده المركبات دي مكتوبه صح زي ما كانوا بيعلمونا في اعدادي. اللي هيحصل ده احلال مزدوج، لان ايه هتاخد وال H هتاخد N A مع C L يدينا N A C L، وابدل التكافؤات اتاكد ان انا كاتب صح. ادي N A C L، ال N A تكافؤه احادي وال C L احادي، يبقى N A C L اكواس. واحده قالت لي مستر عرفت منين ان N A C L اكواس؟ قلت لها استاذتي المحترمه انا كاتب لك على السبوره ان اي ملح فيه صوديوم بيدوب في الميه. اهو يا بابا ركزي في القواعد اللي انا مديها لك. زائد ال H مع ال O H يدي مين؟ H2O. نسأل تاني بقى، ليكويد ميه ليكويد معادلة، أتأكد إن الوزن صح، إن إيه واحدة خرجت واحدة، أو واحدة خرجت واحدة، إتش 2 خرجت، سي إل واحدة خرجت واحدة، المعادلة دي مالها؟ السؤال بقى قبل ما أبدأ، دي معادلة كيميائية ولا أيونية؟ حتى الآن يا مستر المعادلة اللي حضرتك كاتبها دي يا مستر، معلش أنا آسف يا مستر إن أنا هزعجك، بس دي مش معادلة أيونية، دي معادلة إيه؟ يا ابني فين الايونات يا ابني؟ دي مش ايونيه خالص، دي معادله ايه؟ المجموعه اللي قبلكم بقول لهم دي معادله ايه؟ بقول لك دي معادله ايونيه. يا راجل روح، يا راجل روح. هي المعادله مكتوب فيها ايون واحد، هي اسمها ايونيه لما يكون فيها ايونات، صح ولا غلط؟ معادله ما فيهاش ايونات، دي اسمها لسه معادله ايه؟ كيميائيه. تعالى بقى هوريك انا ازاي بحولها من كيميائيه لايه؟ ايونيه. بص يا بابا، انا همسك المعادله واي مركب ينفع يتفك هفكه. واحده قالت لي طب وانا هعرف منين ينفع يتفك ولا لا؟ برضه مش ممكن والله. كل حاجة والله موجودة قدامك على السبورة. اللي بيتفكوا ثلاث حاجات. محاليل الأحماض، ما أنا مذاكره، ومحاليل القلويات، ومحاليل الأملاح. أي حد من الثلاثة دول هيتفك.
بينما في مركبات ما بتتفكش. زي مين؟ واعرف منين انها ما تفكتش يا بابا؟ في حاجتين انا كاتبهم لك: الماء النقي لا يتفكك، ولو عندك ماده سوليد يعني راسب دي برضو ما تتفكش. يبقى نبدا مع بعض. ده هيتفك ولا لا؟ هيتفك. ليه هيتفك؟ عشان ده محلول قلوي. محلول ايه يا بابا؟ قلوي. بتعرفوا منين يا جماعه ان ده قلوي اصلا؟ عشان فيه OH، اللي فيها OH دي قلويات، واللي فيها H موجب دي ايه؟ احمر. يبقى نبدا، ده هيتفك ولا لا؟ يلا يا فندم انا معاك بكل هدوء. اهو بص 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 ترتيب الخطوات معايا. ادي N A لوحدها، وادي OH لوحدها، صح؟ طبعا هما الاثنين حالتهم الفيزيائيه ايه؟ اكواس. هما الاثنين في المحلول يبقى اكواس. بعد كده يا استاذه محترمه تمسكي قلمك وتكتبي الشحنات فوق. الشحنه هنا موجب كام؟ لان ايه موجب كام؟ موجب واحد، لان ايه احادي موجب. طب والاو اتش؟ صعب اول خطوه. خش على اللي جنبه. هيتفك ولا لا؟ هيتفك. ليه؟ عشان محلول حمض ومحاليل الاحماض تتفكك في الماء. يلا يا هانم، ها؟ اتش لوحدها، انا بادئ بحاجه سهله خالص. سي ال لوحدها، الحاله الفيزيائيه. كل الكلام ده بقى يا جماعه بنيجي نطلبه منكم، لا بتكتبوا حاله فيزيائيه ولا بتكتبوا شحنات. يقول لك اصل بص المستر معقد. اه هو المستر اللي معقد. مستر اللي معقد ولا انت اللي ما عندكش ضمير؟ انت اللي ما عندكش. لان انا ما فيش حاجه مكتوبه على السبوره الا وفيها الشحنه بتاعتها وتحتيها الحاله بتاعتها. لازم تعمل كده، لان الغلطه في المعادله عارف يبقى ايه؟ كاتب لك المعادله دي كلها صح ويكتب لك بس هنا ليكويد، كده المعادله بقت كلها غلط. انت متخيل ان حاله فيزيائيه واحده تبقى المعادله كلها غلط؟ شحنه واحده غلط تبقى المعادله كلها غلط. شحنه غلط، شحنه يعني هم 10 حاجات مكتوبين فيهم واحده مكتوبه غلط يبقى المعادله كلها غلط. ابتدى لك يا عم انتوا مكبرين الموضوع. لا احنا مش مكبرين الموضوع، احنا عايزين نعلمك تحترم شغلك بس. يبقى اتش سي ال فوق الاتش اكتب كام؟ موجب كام؟ موجب واحد، لانه احادي. في حاجات بتبقى موجب اثنين، لكن ده موجب كام؟ واحد. طب والسي ال؟ سالب واحد. اللي بعده ده هيتفك ولا لا؟ هيتفك. عرفت منين انه هيتفك؟ عشان ملح دايب في الميه ومحاليل الاملاح تتفكك. فك ان ايه لوحدها؟ سي ال. الحاله الفيزيائيه اكواس، لانه دايب في المحلول اكواس. فوق ال ان ايه اكتب شحنه كام؟ موجب واحد. طب وفوق السي ال؟ الميه تتفك ولا لا؟ الميه مش هتتفك. ما انا كاتب لك الميه في المركبات التي لا تتفكك، يبقى H2O liquid. صعب الكلام لحد كده؟ المعادله اللي قدامكم دي بقى كيميائيه ولا ايونيه؟ ايونيه. يا راجل ده يبقى ما عندوش دم اللي ما ياخدش باله. زي ما بيقول لك كده، اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. اكيد يبقى اعمى، والله اعمى. لكن ما ايه؟ ايونات اهي، تبقى معادله ايه؟ ايونيه. لكن اللي فوق دي معادله ايه؟ بس استنوا بقى، اخر خطوه في المعادله. هتلاحظوا ان في ايونات زي ما دخلت زي ما خرجت، بنسميها احنا ايونات متفرجه. ايونات ايه؟ متفرجة. يعني ما اشتركتش في التفاعل. احنا بنحاول نخليك تتفاعل معانا وتشتغل، فانت ما بتشتغلش. بيعملوا ايه بقى بتوع الكيمياء دايما؟ بيطردوهم بره. هو كده اللي ما يشتغلش ويتفاعل يطلع فين؟ ومش انا اللي قلت القاعده دي؟ اهو والله العظيم، والله العظيم هيطردوا بره. انا بحلف لك والله لا يطردوا. هتتفرج اطلع بره، صح ولا غلط؟ هيتحذف، ملوش لازمه، ما تفاعلش. زي ما دخل زي ما خرج. تخيل واحد حضر الحصه زي ما دخل زي ما خرج، طب ده لازم يعمل ايه؟ بره، ما يخشش تاني. سي ال مع السي ال، صح كده؟ متفرج. المتفرج ملوش لازمه عندنا، احنا عايزين الناس المؤثره الفعاله. يبقى الملخص ان مين اتفاعل مع مين؟ ابدا دايما بالموجب، يبقى اتش ايه؟ موجب. اتفاعل مع مين؟ طبعا ده اكواس، صح؟ وده ايه؟ اكواس. اتحدوا مع بعض كونوا مين بره؟ بس كده. H2O مالها بقى؟ عارفين دي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ يقول لك بص دي المعادله الايونيه لتفاعل التعادل. يبقى دي المعادله ايه يا جماعه؟ يبقى الصوره الايونيه النهائيه للمعادله. الصوره النهائيه للمعادله مش دي يا جماعه، دي مش النهائيه، ده قبل ما نحذف الايونات. يبقى المعادله الايونيه لتفاعل التعادل اللي كان قدامنا ده يا جماعه بتقول H موجب زائد مين؟ O H سالب. يدينا مين؟ H2O. صعبة دي؟ اتفاهم احنا عملنا ايه؟ طب يلا بقى، المرة دي حضراتكم اللي هتعملوا معايا كل حاجة. محلول، أنا معاكم خطوة خطوة. هيدروكسيد بوتاسيوم، محلول ايه؟ هيدروكسيد بوتاسيوم زائد
محلول حمض كبريتيك. يلا يا جماعه مع بعض هنكتبها الاول معادله ايه، وبعد ما نكتبها كيميائيه ونوزنها هنحولها لايه؟ معلش نشتغل بضمير. يلا معلش هو متعب شويه بس هنوصل والله. هتلاقي ان في كل ما تبذل من عمرك كده وتضيع من عمرك عشان تتعلم هتلاقي نفسك احسن، هتلاقي خير. يلا ها، هيدروكسيد ايه يكتب ازاي؟ والله يا مستر ادي الكي وادي الاتش. استنى يا مستر ابدل التكافؤات عشان انا ما حدش بيشتغلني. الكي 19 2 8 8 1 يبقى احادي، والاو اتش احادي. الحاله الفيزيائيه اكواس، ما هو قايل لك في الكلام بره محلول صح؟ دي مكتوبه صح. زائد محلول حمض مين؟ اول ما سمعت حمض يا استاذه يا محترمه معايا هنا يا بابا، اول ما سمعت كلمه حمض حطيت مين؟ المره الجايه هتحصلي زمايلك اللي خرجوا حبيبتي ما تقلقيش عشان تبقى قاعده سرحانه في الحصه كويس. تعبانه حبيبتي اقعدي في بيتك ما تجيش هنا. يلا يا جماعه الاتش تكافؤه كام؟ والاس او 4 يبقى حمض الكبريتيك اتش 2 اس او 4. وسيبك يا ابني من الواحد اللي ما بيذاكرش ده ما بيحترمش شغله يقول لك هو المستر ما اختصرش ليه الاثنين مع الاربعه؟ قول له اثنين على خيبتك، دي مش تكافؤ. الاتش هنا احادي، الواحد مش مكتوب، ده مش تكافؤ، الاربعه دي مش تكافؤ، ده جزء من تركيب المجموعه. ده احنا بنسمع الهبد ده للصبح وتلاقيه يقول لك انا طلعت غلطه وما اعرفش ايه، وعلى اليوتيوب تلاقيه في التعليقات الغلطه اللي كانت موجوده. يا عم بس يا عم اركن على جنب، اركن 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 بس والله. يلا الكي تاخد مين؟ الكي تاخد مين؟ السي مين بس حبيبتي؟ حبيبتي دي ما اسمها السي يا حبيبتي، اتس كولد اس يا بابا. بس حبيبتي دي اللي اسمها سي يا بابا، سي سي كات يا حبيبتي، لكن دي اس يا بابا، دي اس يا بابا. لو المستر بتاع الانجليزي كتر خير بتاع الانجليزي برضه، كتر خيرهم كلهم بصراحه. يبقى الكي تاخد مين يا جماعه؟ يبقى ادي الكي وادي الاس او 4. بس استنى بيغلطوا غلطه رهيبه، بينسى يبدل تكافؤات. لا انا مركز. كي 19 احادي، الواحد يجي هنا ما يكتبش. ومجموعه الكبريتات يبقى كبريتات البوتاسيوم كي 2 اس او 4 اكواس، والميه اتش 2 او. ما هو الاتش هتاخد الاو اتش يبقى ميه ليكويد. نوزن المعادله ونتكلم. كام كي خرجت؟ اضرب. بصوا انا مركز ازاي. 2 او خرجت واحده، اضرب في 2. بص الاتش 2 اتش وادي اتش 2. بص بص مركز اهو، ايديا وعينيا شغالين. 4 ادي 2 اتش وادي اتش 2 4. خرجوا بره كام؟ اس او 4 خرجت. معادله موزونه. دي معادله كيميائيه ولا ايونيه؟ عايزين نحولها لايونيه. احنا بنعمل ايه عشان نحول الكيمياء لايونيه؟ لا مش كل حاجه، هنشوف المركبات. يا ابني بص عود نفسك كده وانت بالذات تخلي في ضمير في كلامك. نشوف الحاجات اللي ينفع تتفك ونفكها. طب وهي مين الحاجات اللي ينفع تتفك؟ براجع مع نفسي. محاليل الاحمار ومحاليل القلويات والاملاح الزائبه في الماء. نبدا. مش ده محلول قلوي؟ يتفك ولا لا؟ سؤال صح يا جماعه، اصل انا في الرياضه ساقط سنتين ورا بعض، معلش يعني انا قعدت سنتين في، كنت قاعد عدت برضه خمسه ابتدائي كنت بعيد. هي الاثنين دي في الكي بس ولا في الكل؟ في الكل. يعني دي لما تتفك تبقى 2 كي زائد ممتاز ممتاز 2 س ص، يبقى 2 س زائد 2 ص صح. نكتب الحاله اكواس صح، وبعد ما نكتب الحاله اطلع فوق اكتب لي الشحنات. ممكن اسمع الشحنات منك؟ الكي موجب كام؟ الكي موجب كام؟ واحد. قول بثقه. الاو اتش سالب واحد. انت كي احادي موجب وده احادي سالب. خش على اللي بعده. اتش 2 اس او 4 اكواس هيتفك ولا لا؟ هيتفك، ده محلول حمض. قول يا بابا اتش 2 تبقى ايه؟ اتش 2 يا جماعه قلنا تبقى 2H، اقلب اكس 2 تبقى 2X زائد المجموعه الذريه ما تتفكش. ادي اكواس ادي اكواس. يلا فوق الاتش اكتب كام؟ موجب كام؟ موجب واحد. برافو اللي قال الاتش احادي موجب. وفوق الاس او 4 سالب 2، الاتش احادي والاس او 4 ثنائي. نطلع بره، ده هيتفك ولا لا؟ ملح بيدوب في الميه. عرفت منين ان ملح بيدوب في الميه؟ اي ملح فيه بوتاسيوم بيدوب في الميه. يلا يا هانم كي 2 يبقى ممتاز 2 كي زائد اس او 4 اكواس اكواس صح. اطلع اكتبي له الشحنات. فوق الكي اكتب موجب كام؟ فوق الكي موجب واحد. وفوق الاس او 4
ممتازه يا بنتي. الميه تتأين ولا لا؟ لا الميه ما بتتأينش. دي معادله ايه؟ بس فيها ايونات متفرجه. متفرج ده بنسيبه؟ لا بره، لازم يطلع بره. لازم من مصلحه الجميع يا جماعه ان المتفرج يطلع بره، صدقني والله ملوش لازمه. قاعد ملوش لازمه، ما بيدفعش. قالت لك يبقى 2K اس او 4 مع اس او 4 يبقى اللي تفاعل بالراحه. ادي 2 اتش موجب زائد 2 او اتش سالب يلا حاله فيزيائيه الاتش ايكواس والاو اتش والميه. بس استنى بقى، بص العيال اللي بيفهم رياضه قال لي مستر هو مش في عمل مشترك كده؟ قلت له كام العمل المشترك؟ قال لي الاثنين. قال لي خد الاثنين عمل مشترك على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الواحد. بص بقى البنوته او العيل المحترم الحلو اللي قاعد مركز، اوبا 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 اوبا. يبقى المعادله الايونيه لتفاعل التعادل لها عده صور ولا صوره واحده؟ اي تفاعل تعادل هتشوف له في النهايه صوره واحده، ان اتش موجب يتحد مع او اتش سالب يدينا مين؟ طبعا بقى بص خد بالك بقى، قدامك حاجه من اتنين كده، ده اسمه شغل الضمير. طب في شغل من غير ضمير؟ اه يا حبيب قلبي في شغل من غير ضمير، وللاسف بيعملوا نوعين من الناس، طلبه ومدرسين. انا ماليش دعوه، انا بعيب الفعل ما بعيبش المدرس، انا مالي هو كده؟ هو ما عندوش ضمير ربنا يهديه. ما عندوش ضمير في ايه؟ يجي الباشا يخش يشرح ما يشرحش كل الكلام ده، ويقوم قايل للعيل ايه؟ اي تفاعل تعادل يالا اتش زائد او اتش يدي اتش 2 او خلصنا. يا ده دي اسمها مرجحه مش تعليم. انت كده ما علمتوش، انت كده ما علمتوش. اول حاجه علمتها له علمته ما يكونش عنده ضمير. ولذلك الواحد ما بيعيبش عليكم ليه ان انتوا ما عندكمش؟ لان احنا فينا كتير ما عندوش. دي مشكله. فانت لما شفت اللي اكبر منك ما عندوش ما بقتش مستغرب ان انت ما عندكش ضمير. انا عادي، طب ما كل اللي حواليا ما عندوش. بس احب اقول لك على حاجه، ان انا وانت كل واحد فينا هيتحاسب لوحده. يعني يوم القيامه مش هينفع اروح اقول لربنا والله انا ما كانش عندي ضمير، اصل كل الناس ما كانش عندها وانا كنت من الناس. ف ده انت هتتنفخ. اه والله العظيم العذر ده مش مقبول. عارف كده ولا لا؟ وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. انت مالك انت ان كل الناس، بقول لك ايه، كل الناس بقت حراميه، كله بيسرق، تسرق؟ انت مالك انت بالناس؟ مالك؟ ولذلك ربنا بص بيقول لك ايه؟ بيقول لاي واحد كده مؤمن في كل افعالك، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. عليكم مين؟ انفسكم. نفسك. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فاهم حاجه؟ ربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليك نفسك بس. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، مالكش دعوه، انت مالك انت هو ضال، ادعي له بالهدايه بس. لكن انت في النهايه هتحاسب على نفسك صح؟ ولا تكسب كل نفس الا عليها. يعني انت بتكسب اللي هتتحاسب عليه، مالناش دعوه بقى. فوانت بتشتغل لا يا بابا، اوعى حد، انا عارف ان الكلام ده صح، انا عارف ان في النهايه اي تفاعل تعادل ليه صوره نهائيه واحده اللي هي مين؟ اتش موجب زائد او اتش سالب يدينا مين؟ بس ده معناها انك ما تذاكرش كده، كده تبقى انت ما عندكش ضمير. ولذلك هو لو كان ينفع المذاكره كده، طب ما انا كنت ممكن اقول لك ايه؟ بس يا جماعه اي تفاعل تعادل يكتب على الصوره. لا ده في النهايه بعد ما تتعب وتشتغل وتستنتج توصل في النهايه. سؤال، هي البدايه كانت نفس البدايه ولا بدايه مختلفه؟ بدايه مختلفه. هنا هيدروكسيد صوديوم، هنا هيدروكسيد بوتاسيوم، هنا حمض هيدروكلوريك، هنا حمض كبريتيك، لكن النهايه هي ولا لا؟ يبقى هنا يجي الطالب ازهر يقول له علل لما ياتي جميع تفاعلات التعادل لها صوره واحده، تقول له حيث انها جميعا تكتب على الصوره اتش موجب زائد او اتش سالب يدينا اتش 2. ولذلك يا جماعه في تعريف تاني لتفاعل التعادل، بص التعريف ده حلو ازاي؟ تفاعل التعادل هو اتحاد اتش موجب من الحمض، اتحاد اتش موجب منين؟ اللي مركز اتش ده جاي من الحمض صح؟ مع او اتش سالب من القلوي. يبقى التعادل تفاعل اتش منين؟ اتحاد اتش منين؟ من الحمض. مع او اتش سالب منين؟ لتكوين الماء المتعادل، لتكوين ايه؟ الماء المتعادل. ولذلك ايضا سمي التفاعل بتفاعل مين؟ التعادل.
يبقى تفاعل التعادل ليه تعريفين. اللي انت كنت بتاخده صح، تفاعل الحمض مع قلوي لتكوين ملح وايه وماء، او تقدر تقول كمان هو اتحاد اتش موجب منين؟ من الحمض مع او اتش سالب منين؟ من القلوي لتكوين الماء مين؟ المتعادل. صعبه دي يا اساتذه؟ بس كده.